صباح الخير وصباح العافية على كل مشاهدينا وين ما كنتوا. يوم جديد وحلقة جديدة من مورنينج لايف، حنكون وياكم على مدار ساعة ونصف. هاي الساعة ونصف عندنا كثير من المواضيع المنوعة اللي تلامس الشارع العراقي، فضلا عن ضيوفنا اللي ينورونا بحلقتنا لهذا اليوم. راح نبلش أنا وياكم نستعرض أبرز مواضيع حلقتنا لهذا اليوم وشنو تتضمن، ونبلش ويا أول موضوع يتحدث عن خزعبلات الطاقة الحيوية. دائما إحنا نسمع بالطاقة ومفهوم الطاقة وهواية أمور تخص الطاقة ونسمعها، وصارت هي حاليا هي الترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما نسمع أكو أشياء هي تحرير طاقة والتخلص من الطاقة السلبية واكتساب طاقة إيجابية عن طريق هواية أمور. فاليوم أني أريد أعرف وأريد كنا نعرف أنه ما مدى صحة هذه المفاهيم اللي هي حاليا حديثة طرأت على المجتمع العراقي، وصرنا أنه إحنا اليوم نعتمد بيومنا كله على الطاقة، ودائما نحكي بموضوع أنه إذا أكو طاقة إيجابية فمعناتها أن اليوم إيجابي واليوم يوم كله راح يمشي يوم إيجابي. فإحنا كل هذا راح نحكي به مع أكرم جدوع وهو ماجستير بالطاقة الحيوية، حتى نحكي بتفاصيل هذا الموضوع أكثر ونشوف ما مدى صحة هاي الأقاويل اللي إحنا ده نسمعها ودنشهتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. من بعدها ننتقل للموضوع الرئيسي الآخر اللي يتحدث عن المرور العامة، تحذر السائقين والسائقين المخالفين بأن جميع تقاطعات بغداد راح تكون مشمولة بالإشارة الذكية. احنا شفنا انه بالتقاطعات اكو بعض التقاطعات تم نصب كاميرات ذكيه هي لرصد المخالفات اللي دت تصير حاليا بالشوارع، وشفنا انه اليوم اكو ناس هواي تقبلت الموضوع واكو ناس ربطت، لكن اليوم مديريه المرور بدت تحذر السائقين انه كل التقاطعات راح تكون هي مشموله بالاشارات الذكيه، وعلينا انه احنا اليوم نلتزم. اكيد راح ينضم ان المقدم حيدر محمد اعلام مديريه المرور العامه حتى يزودنا بتفاصيل اكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. من بعدها راح ننتقل للموضوع الاخر مع الدكتور محمد المهدي اللي هو اخصائي اعصاب وحاصل على شهاده البكالوريوس والماجستير وحاصل على الدكتوراه في علوم الاعصاب في جامعه كوبنهاغن. اليوم نريد نحكي احنا عن السعاده واهم المشاكل النفسيه، بالإضافة لهذا رح نتحدث عن الإدمان، رح نتحدث عن عدة محاور مع الدكتور اليوم، ونحكي إنه إحنا اليوم شلون نقدر اليوم نكتسب السعادة وشلون نقدر نحافظ عليها. بالإضافة لهذا البارت الثاني من هذا الموضوع راح نأخذ ونتحدث به عن الإدمان، الإدمان بصورة عامة مو بصورة محددة. فكل هذا رح يكون اليوم ويا الدكتور. بعدها رح ننتقل إلى الموضوع الرئيسي الخامس اللي يتحدث عن الفن التشكيلي والكاريكاتير يستقطبان طبقات المجتمع المختلفة. اليوم احنا نريد نحكي عن هذا الفن تحديدا، ونحكي عن انه بدأوا هواية من الناس ان هم ينجذبون لهذا الفن، وهذا الفن رغم انه التطورات دخلت ودخلت الرسوم الالكترونية وغيرها، لكن ظل محافظ على اصالته ومحافظ على روحيته. كل هذا راح يكون مع الفنانة التشكيلية آلاء محمد، راح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع ونتحدث بكل مفاصل، ونتحدث عن انه اليوم مش قد يأثر من شخص يكون هو موهوب يمتلك هاي الموهبة، شنو الانعكاس والانطباع اللي راح يكون على حياته، راح يكون يا ترى من الجانب اكثر شيء ايجابي لو اكو بيه سلبيات. كل هذا اكثر اكيد مشاهدينا. بالاضافة لهذا ما ننسى اهم فقراتنا اللي هي فقرة السوشيال ميديا واهم احداث السوشيال ميديا، راح تكون ويا الزميلة نور الجميلي، راح ناخذ بها كل الاخبار سواء على الصعيد العالمي والعربي والمحلي. راح نبلش انا وياكم مشاهدينا باولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن المرور العامة، بدت تحذر المواطنين والسائقين السيارات انه كل التقاطعات راح تكون هي مشموله بالاشاره الذكيه. احنا حتى نحكي بهذا الموضوع اكثر وبتفاصيل اكثر راح ينضم لنا المقدم حيدر محمد اعلام مديريه المرور العامه. يسعد صباحك سياده المقدم وحياك الله بمورنينج لايف، اهلا وسهلا. اتمنى لك نهار سعيد. كل متابعيكم حياك الله، ميت هلا بك، شكرا لتواجدك ويانا اليوم. وشكرا لانه دائما مديريه المرور توعي المواطنين من خلال البرامج، وانه حتى اليوم المواطن بصوره عامه ما يكون هو جاهل لهذه القوانين والانظمه، لانه دائما احنا نشوف انه مديريه المرور وتحديدا الاعلام انه دائما هو يوعي من خلال السوشيال ميديا من خلال البرامج. اليوم اريد احكي بهذا الموضوع انه اليوم بدت التحذيرات انه كل التقاطعات راح تعمل بالاشاره الذكيه. هاي الخطة شو وقت راح تنفذ؟ لأن إحنا شفنا عدة تقاطعات
بدت انه العمل بها بهذه الاشاره، لكن بعض التقاطعات لا ما زالت. بدايه شكرا لكم، شكرا قناة السومرية، خصوصا برنامجكم اللي دائما احنا على تواصل يعني حقيقه وياكم. اكيد. بدايه الاول هو واجب قسم العلاقات والاعلام في كل مديريات وزاره الداخليه وخصوصا مديريه المرور العام التوعيه والتثقيف على قانون المرور، تعليمات المرور، الاجراءات الجديده لمديريه المرور العامه. فيما يخص انه الاماكن اللي راح تكون بها، احنا وضحنا انه كل بغداد وباقي المحافظات راح يكون بها مراقبه بنظام المرور الذكي. فيما يخص بغداد احنا بدانا بالعمل في نظام المرور الذكي، بقيه التقاطعات ايضا راح يكون بها نظام المرور الذكي. يعني احنا ما راح نعلن، هي تلقائيه راح يكون نجهز التقاطع تلقائيه راح يدخل للخدمه. نعم. ما راح نجي ونعلن التقاطع الفلاني. يعني ما تنفون المواطن حتى المواطن. لا 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 احنا بعد وضحنا انه بدانا بنظام المرور الذكي. نعم. حاليا اكو التزام ساقي المركبات، المواطن يعرف انه هذه بغداد غرامات راح تصير. موضوع الغرامات هو اكثر موضوع اليوم خلى المواطن يلتزم له، المواطن هو حبه للنظام. بصراحه بصراحه لا لا المواطن للاسف احنا يعني من سنين نطالب بالالتزام الطوعي من قبل سائقي المركبات. نعم. لكن ما شفنا الالتزام الطوعي. يعني حتى من صار عندنا مفارز تنصب لمحاسبه سائقي المركبات، شوف سائقي المركبه قبل المسافه اذا ما لابس حزام امان لبس حزام امان، اذا عنده هاي الستائر اللي يخليها على الجانب وخر الستائر ويرتبك من يوصل. لكن حاليا راح يكون هناك نظام مرور ذكي، هو المواطن راح يلتزم طوعيا بعد ما لك كاميرا ترصدك وراح يكون اجراءات اخرى. يعني كل هاي الانظمه هي اليوم بصالح المواطن، اذا على اليوم انه لبس حزام الامان فهذا الحفاظ على سلامتك. اكيد. احنا ليش ماخذين هاي النظره انه اني البس الحزام حتى المرور لا يغرمني، او اني ما يعني هاي ليش هاي الامور، او ما اسرع حتى لا تصير علي غرامه؟ ما هذا كله بالنهايه لازم اليوم المواطن يفكر انه هذا لسلامتي قبل ما يفكر بالغرامات اللي راح تصير. هي المشكله قله وعي او قله ثقافه مروريه، خلينا نقول عليها. اليوم حزام الامان وجد لسلامته، اليوم يقول لك اني يعني بعض المواطن متسائل بحزام الامان يقول لي سوي لي شارع سوي لي طريق حتى البس حزام امان. انا حزام الامان مو لي، طريق معبد او غير معبد مو لي حزام الامان، لا سامح الله لو صار حادث انت راح تعرف شنو قيمه حزام الامان. يمكن الشواهد كثيره يعني في مواقع التواصل الاجتماعي في القنوات دائما مثل بعض الحوادث المرور، شوف سائق المركبه ما مرتدي حزام الامان او الراكب ما مرتدي حزام الامان وسائق المركبه مرتدي حزام الامان، ولاحظ انه الراكب اللي ما مرتدي حزام الامان يخرج من بدن المركبه. صح. والسائق، فهذه شواهد كثيره. اليوم منظمه الصحه العالميه تحذر باهميه ارتداء حزام الامان وتعطي احصائيات على حزام الامان والوفيات وهكذا، لانه هذا موضوع عالم مو فقط في العراق. صح. حزام الامان ما مرتبط بتاثيث الشوارع حتى يعرف المواطن. لا لا هو هذا بالنهايه لسلامه المواطن. زين خلينا نجي نحكي على قضيه مهمه، اليوم انتم ذكرتوا انه كل الشوارع راح تكون هي تعمل بنظام الاشاره الذكيه. زين اليوم كل الشوارع هي مهيئه اليوم لنصب الاشارات الذكيه لو يراد لها وقت حتى هي تكون مهيئه من ناحيه صبغ الارصفه، من ناحيه وضع الاشارات وغيرها من هاي الامور، حتى اليوم المواطن يكون هو فاهم عن طريق الاشارات ويكون الشارع مهيئ. احنا بدايه توجيه السيد معالي وزير الداخليه المحترم واشراف السيد مدير المرور العامه المحترم انه كل التقاطعات تدخل قيد الخدمه نظام المرور الذكي، تؤثث واخذت مديريه الهندسه الطرق والعلامات المروريه اللي مستحدثه واللي تابعه الى مديريه المرور العامه هذا الدور. يعني اذا تلاحظين حاليا تقاطع المثنى، تقاطع الربيعي، الازياء، حماة، التقاطعات دخلت الخدمه، دائما احنا اخذنا على عاتقها تاثيثها في رسم خطوط عبور المشات، الستوب لاين، الرصيف وما شابه، حتى تكون المواطن بعد ما عنده اي عذر. بالضبط. وصحيح؟ صح. فاحنا قبل ما ندخل بهذا الموضوع انه جهزنا كوادرنا وعمل مستمر ليل نهار على هذا الموضوع وتاثيث حتى بالعلامات المروريه في مديريه هندسه الطرق والعلامات المروريه اللي تابعه لنا الى مديريه المرور العامه. نعم. فلذلك احنا دائما نهيئ الاساس، البيئه، الشارع، وراها راح يكون تطبيق في هذه التقاطعات. نعم، زين البعد التقريبي اليوم ايش قد يكون هو لرصد الكاميرا؟ لانه احنا دائما يقول لك انا هسه بعيد. البس الحزام. نفس ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي السائق اللي يهرب من المخالفه او ما شابه. اولا هذه الكاميرات بها دقه عاليه جدا. يعني البعد التقريبي ما يقارب 300 متر. حلو. البعد التقريبي مالتها.
300 متر ترصد المخالف، يعني ماكو مفر. لا لا ما 300 متر مسافه كلش صح. كبيره. فالبعض من المواطنين انه يقول خل اوصل، خل اتقرب من التقاطع يلبس حزام الامان او المخالفه اللي عندي. لا، بعدها تقريبا 300 متر وليلا ونهارا، يعني حتى بالنهار بالليل بيختلف عنه. نعم. لذلك حتى المواطن يعرف انه مو انا خل اوصل 100 متر 10 مترات او ليل انعدام الرؤيه او شيء موضوع. زين، اليوم ما سمعنا انه احنا دائما نسمع هالاخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك انه احنا اليوم اذا سيارتنا هي ارقامها الشماليه فما لها علاقه بالغرامات اللي تخص بغداد، ما مدى صحه هذه الاقاويل اللي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بدايه اخواننا اصحاب المركبات الشماليه، قبل ما ارد على سؤالك خل احذرهم اني انه كل أرقام المركبات اللي تسير في الشارع العراقي في بغداد باقي المحافظات هي مشمولة بنظام المرور الذكي. الأرقام الشمالية سابقا قبل سنوات كانوا مستغلين هذه الفقرة، كان هناك عدم تنسيق، يعني قبل 10 سنوات أو أكثر بين الإقليم والحكومة المركزية هنا في بغداد. نعم. وراها مديرية المعام أخذت على هاتقها هذا التنسيق، أصبحت غرامات الشمال تجينا وغرامات بغداد ايضا تذهب الى الشمال. يعني قبل فتره قبل اسبوع يمكن احد الاخوان اتصل بي من اصدقائه قال رحت للشمال احول سيارتي ولقيت لسته من الغرامات علي في بغداد. قال انا ما ادري، وكان كان يرتكب المخالفات لانه يقول مأمن، لانه من راح يحول سيارته ما له علاقه بالنحن. نعم، من راح يحول سيارته تفاجئ انه كل المخالفات مرسله من بغداد وبالتالي يتغربها. هذا التنسيق حلو، اليوم من نشوف اكو تعاون بين الاقليم والحكومه المركزيه، انه اليوم حتى انه مو احد انه هو لانه رقمه شمالي او رقمه بغداد هو بالشمال انه هو يستهتر بالاشارات وانه يعني يخالف النظام. احنا حتى عندنا في مديريه المول العامه سابقا كان المواطن عنده مشكله، يعني من يصير عنده فد معامله بالشمال او استفسار عن اشاره حجز او ما شابه بالشمال يعاني، لان لازم صح. يروح للشمال يكمل. حاليا احنا عندنا في مقر مديريه المول العامه استحدثنا ايضا وحده للتبادل المعلومات مع الشمال، يعني المواطن يقدر عنده موضوع يراجع هاي في قسم التخطيط يراجعها وايش عنده موضوع وفي التراسل يجينا الجواب. حلو. احنا مكملين وياك سياده المقدم. نعم. لكن راح نروح نشوف اراء الشارع العراقي حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، راح نروح ويا الزميل علي الخشان ومن بعدها راح تكون النعوده. صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف سلطانة لهذا اليوم. بخصوص مديرية المرور العامة تحذر السائقين المخالفين بأن تقاطعات بغداد ستكون مشمولة بالإشارات الذكية، فخليكم يعني معرفة ترى المواطنين بخصوص هذا الموضوع. قلل الغرامات بس شلون نقول شغلة ثانية، هسه كثرت الازدحامات عندك بالجسور، وكو إشارة يعني قليلة الفتح، يعني تقول خروج تطلع السيارات وتوقف أكثر، والمرور عندنا شرط المرور دي يسوي ازدحام اكثر، يعني عندك من يفوت مسؤول يقطع الطريق كله. تقلل انه النظام موجود 40، اذا النظام موجود تقلل الغرامات. تقلل الغرامات اي اذا النظام موجود وهاي شيء اكيد تقل قلبه، لان راح يصير التزام عندك قانون. هو اولا سلامتك، يعني هي الفقره اللي اهم هي سلامه المواطن، فيعني اكيد راح تقل، الكل راح تلتزم خوفا من الغرامه. هي طبعا راح تقل لان كل العالم راح تلتزم، يقول لك انا ما راح يحاسبني ابو المرور، راح تحاسبني الكاميرا. زين، فراح تقل الغرامات؟ راح تقل ان شاء الله. وبرايك هذا شيء زين؟ وطبعا افضل. سيارات دشوهم كلهم ملتزمين؟ اغلبيه 90% ملتزمين. طبعا تقل الغرامات، تقل هواي تقل. شلون؟ ليش راح تقل؟ لان التزام راح يصير، لازم التزام، وبعدين يصير غرامات، تكثر الغرامات للسياره. لازم يلتزم اساسا. تشغيل الاشاره الضوئيه فظاهره حضاريه جميله، يعني انت من تلتزم من تبديها باشاره ضوئيه، تلتزم بعدين بالحزام، تلتزم بالقواعد المرور العامه، فشيء حلو هذا، فشيء يقللنا من الحوادث الطرق. ليش؟ انت راح تلتزم، عندك اشاره قدامك راح توقف، ما راح تتفاجئ بسياره راح تطلع لك منها او سياره تطلع لك منها. فالالتزام حلو والنظام حلو بشكل عام بكل الدول، بكل وين ما تروح، كل اي شيء قانوني، كل شيء نظامي، كلش حلو. مشاهدي الكرام، مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلا هنا انتهت استطلاعنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وهذه عودة الزملاء باستوديو مورنينج لايف. شكرا للزميل علي دائما اللي زودنا بآراء المواطنين حول مواضيع حلقاتنا لهذا اليوم. أحد المتحدثين ذكروا المتحدثين هواي مؤيدين لهذا الموضوع، إن هم مع الالتزام بالقوانين. زين، إذا كل اليوم هم مؤيدين للقوانين ومؤيدين لهذا الموضوع، لعد هاي المخالفات منين؟ من الذي يخالف بالضبط؟ احنا يمكن كنا نعاني من الموضوع
وكل الشعب العراقي يعاني سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. مثلا مخالفه الوقوف في الجانب الايمن من الطريق قرب التقاطعات وعرقلت حركه السير المرور. اليوم انا اليوم مواطن مستخدم طريق سواء سائق مركبه او عبري، من اريد يجي مواطن اخر على مود يعبر له شكم مركبه ويسد الطريق علي ويخليني اوقف دقيقتين او ثلاثه او اكثر حتى انتظر التقاطع يمشي، وانا اللوب اخذ اليمين اللي هو المفروض يكون فارغ من المركبات وخالي. هاي مشكله كنا نعاني منها. بعد تطبيق نظام المرور الذكي بدا السائد الايمن سالك امام بالضبط. هذا هي مشكله، هي قله ثقافه اليوم. نعم. قله وعي، قله مسؤوليه من سائق المركبات. والدليل الحوادث اللي جاي تصير عندنا، مو فقط المخالفات، الحوادث اللي جاي تصير عندنا. يعني اليوم من ما يعرف انه مخالفه السير عكس الاتجاه هي مخالفه خاطره، شنو الخطوره بها؟ انه تسبب حوادث مميته. نعم. يعني ها على الرغم انه صار سنين نحكي بها وفي الاعلام وحتى المواطن العادي يعرفها. نروح لمحافظه من محافظاتنا بالصباح الباكر الساعه 7 صباحا يجي سائق مركبه بعكس السير ويسبب له بحادث راح ضحيته 8 اشخاص. صح. شنو السبب؟ قله مسؤوليه، قله ادراك من سائق المركبه بانه الحجم المسؤوليه العاليه اليوم مو فقط الركاب الولاي، حتى مستخدمي الطريق، الوشاة، سائق المركبات الاخرين، هاي مسؤوليه عليه اليوم. لازم احس انا اليوم من اخالف مخالفه قد تكون عواقبها وخيمه. بالضبط. احنا دائما نشوف يعني اليوم انه من درس صفح على مواقع التواصل الاجتماعي من ذكرنا انه موضوع المسؤوليه، نشوف اليوم اكو اباء طفل نشوف عمره 10 سنوات 11 سنه دا يصور ستوري دا يقود سياره وبشارع عام. اليوم هنا منو المسؤول عن هاي الفوضى كلها؟ من اللي يتحاسب؟ من نشوف هيك ظواهر وهيك حالات؟ والله هو المفروض ولي الامر يتحاسب. بالضبط. والله لان اول شيء احنا عندنا فقره في قانون المرور حتى نتحدث عليها. نعم. انه اليوم من سمح يعني قياده مركبه لشخص غير مجاز هذا يحاسب بالقانون. عندنا هاي ماده في قانون المرور يحاسب بالقانون. لكن اليوم ايضا التربيه تبدي من البيت. اليوم نشوف انه سائق دراجه ناريه اللي هي توك توك ويلقي المواطنين والركاب قد يسبب حادث مروري وهو عمره 11 سنه 10 سنين. زين انت الوالد توك توك مشكله، انت شلون اعطيت يعني هاي المركبه الشارع. ولا مو مركبات، احنا سابقا كنا مركبات اجره ومركبات حمل وسواق بها احداث، من كانت مفارزنا سواق بها احداث 16 سنه هو يسوق مركبه حمل اللي هو لازم 21 او 23 سنه ويقودها. الاسم محدد باعتبارها انها هي مركبه او مركبه كبيرة. اجره اللي هي المفروض يعني 21 سنه ونلقى بها 14 سنه جاي يسوقها. فهنا تصير قانون المرور يحجز المركبه والامر يستحق هذا. لكن اليوم هي قلت لك هي من البيت، اليوم من الوالد او ولي الامر، الام او الاخ او الخال او العم ولي الامر من يسمع بهذا التجاوز فخلي يتحمل عواقبها غير الحوادث اللي جاي تصير. بالضبط. لانه نشوف انه هم مو مؤهلين وباعمار صغيره ودا نشوف دا تصير دا تبدر هاي التصرفات، هاي شنو عقوبتها بالقانون المروري؟ هي احنا سائقي الاحداث، سائقي المركبات الاحداث، طبعا سائقي المركبات الاحداث يحال يعني حتى للمحكمه، محكمه الاحداث. نعم. اللي تابعه في مديريه المنعامه تحال الى محكمه الاحداث. يعني حقيقه تصل عقوبتها الى السجن لشهر واي غرامات ماليه. فهي المشكله وين؟ المشكله مثل ما تكلمنا عليها، اليوم سائق المركبه بنسمح لشخص غير مؤهل لقياده المركبه سواء غير مجاز، والاكيد السائق الحدث هو ما عنده اجازه السوق لانه سنه غير قانوني. سن غير قانوني، اليوم 18 سنه يحق له او من بلغ 18 من العمر يحق له قياده مركبه خصوصي بعد استحصال على اجازه السوق مركبه. نعم. خصوصي. فهذا من يخليه هو 16 سنه او 15 سنه يقود هذه المركبه كارثة. يحاسب. ايضا الدراجه الناريه 16 سنه من بلغ 16 من العمر يلا يقود دراجه ناريه، احنا جاي نشوف 10 سنين يقود دراجات ناريه. بالضبط. وبالتالي نجي نحجز الدراجه تصير هاي علينا الهجمات في مواقع التواصل الاجتماعي، الدراجات الناريه وما شابه. لا بالضبط. اليوم يعني هوايه احنا نأيد هاي المواضيع اللي تكون هي بالصالح العام. نعم. اليوم من نشوف الصغار بالسن هم يركبون الدراجات، بالاضافه لهذا الدراجات المرخصه هاي بحد ذاتها هي تسبب ايضا خلل كلها الغير مرقمه مسموح لها حاليا في الوقت الحالي. الدراجات الناريه الغير مسجله الغير مرقمه اللي ما بها لوحات ما مسجله في مديريه المرور العامه حاليا تحجز. مفارزنا من نص مفارز او تلاحظها مفارز تحجز هذه الدراجات من غير خروجها في الوقت الحاضر.
حلو، والكاميرات الذكية سهلت هاي المهام اليوم، احنا نقدر نقول في حال انه دراجة مو مرقمة، وصارت هسه هاي الحالة اللي تشوفه انه هو يبدي يصبغ الرقم مال السيارة، حتى اليوم الكاميرا الذكية هي ما تلتقط الرقم. فاليوم هذا احنا اليوم شيء ما حتى المواطن يعرف، احنا اليوم مو فقط معتمدين على الكاميرات الذكية، اكو بعض المخالفات مثلا قيادة مركبة بدون اجازه السوق او ما مجدد اجازه السوق، هاي احنا عندنا مفارز ايضا تنصف في الشارع، يعني رصد المخالفه يكون عن طريق مفارزنا المروريه، مو كلها بالكاميرات الذكيه، اكو مخالفات ترصد بالكاميرات الذكيه، لكن اكو مخالفات بحاجه الى تدقيق بيانات المركبه او ما شابه. ما تحدثت انه اللي يحور بارقام مركبته طبعا هاي مخالفه وتصل حتى الى الجنائيه، يعني احنا الحين حتى لمركز الشرطه للمخالفين هذا، لكن تعمد بالمخالفه وايضا خطيه، يعني يروحون ضحيه بعض سائقين المركبات اللي تروح الغرامه على مركبه اخرى. بالضبط، باعتبار انه هو محور بالرقم او مغطي الرقم. سياده المقدم اني اشكرك، شكرا لكم وشكرا لوجودك ويانا، دائما تنطونا هاي النصائح الحلوه اللي اليوم توعي وتنور المواطن على انه بالقوانين المروريه، واكيد شاكرين العفو جهودكم المبذوله دائما حتى ان احنا اليوم ننعم بشارع سالك وبامن وامان ان شاء الله. شكرا لكم ورب يحفظ الجميع، وشكرا لمورنينج لايف على الاستضافة، على توضيح دائما الإجراءات الجديدة لمديرة المرور العام. شكرا لك، شكرا نورتنا. أكيد مشاهدينا احنا مكملين وياكم مواضيع حلقتنا اليوم، راح نروح لموضوع أيضا جدا مهم بما يخص السعادة ومفاهيم السعادة. اليوم احنا نريد نحكي عن السعادة وأهم المشاكل النفسية والإدمان، ونريد نحكي عن هواية مواضيع تخص هذا الموضوع. أكيد راح ينضم لنا عبر السكايب الدكتور محمد المهدي، هو أخصائي أعصاب حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير، وحاصل أيضا على الدكتوراه في علوم الأعصاب من جامعة كوبنهاغن، مؤلف لأكثر من 15 كتاب يتم تدريسه حاليا بكوبنهاغن بجامعة كوبنهاغن. بالإضافة لهذا اليوم الدكتور راح ينورنا أكثر عن هواية أمور ممكن أنه هي تفيدنا بحياتنا، وأنه شلون إحنا نحافظ على سعادتنا. بالإضافة لهذا البارت الثاني من الموضوع راح نحكي به أنه عن الإدمان بصورة عامة. ينضم لنا الدكتور محمد المهدي، يسعد صباحك دكتور وحياك الله بمورنينج لايف. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين لقناة سومر ومورنينج لايف. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور، أنا جدا سعيدة لأنه اليوم رح نحكي بهواية مواضيع، ودائما أنت تنورنا بالمعلومات القيمة اللي هي ممكن تفيدنا، وأيضا أكو مفاهيم خاطئة اليوم إحنا نريد نحكي بيها، ونريد نغير اليوم نظرة الناس لهذه المفاهيم. بداية خلينا نحكي عن السعادة، شنو مفهوم السعادة؟ نعم، شكرا جزيلا. شكراً. مفهوم السعادة هو مفهوم نسبي، يعني في الحياة الدنيا لا يوجد هناك سعادة مطلقة. نعم. إنما هي سعادة جزئية. إحنا إذا نريد نأصل في هذا الموضوع لازم نعرف إنه السعادة تعتمد على 5 أسس أساسية السعادة. واحد ومن أهم هاي الأسس إنه في الدنيا إذا الإنسان يريد إنه يكون ماشي في طريق السعادة لازم يكون عنده أهداف، وإذا وصل لهذه الأهداف لازم يخلي بعد أهداف، لأنه إذا انتهت الأهداف اللي موجودة في حياة الإنسان فهذا يعني انتهاء السعادة. وهون الغلط يكون إنه يفكر الإنسان إنه إذا وصل للهدف فإنه سيحقق السعادة، وهذا أكبر مشكلة أو من أكبر المشاكل اللي يواجهها الفرد في المجتمع. إنه يفكر إذا حصل على سيارة فهذا هدف فرح يصير سعيد، أو إذا تزوج فرح يصير سعيد، أو إذا حصل على الفرصة الفلانية أو الوظيفة الفلانية فرح يصير سعيد. لا، علماء النفس يقولون أنه تحقيق الهدف بحد ذاته لا يوجد به سعادة، وإنما السعي والطريق للهدف هو الذي يكمن أو يحتوي على شيء من السعادة. يعني نقدر نقول أنه مشقة الوصول للهدف هي بحد ذاتها سعادة. عافية، مشقة نعم. الوصول للهدف والعمل على الوصول إلى الهدف هو الذي به سعادة. نعم. بس الوصول إلى الهدف بحد ذاته ما بسعادة. هذا من أهم الأسس اللي إحنا نشوفها ونأصل لها بالنسبة للسعادة. بالضبط، إحنا المفهوم الدارج أن اليوم ما الوصول للهدف هو سعادة، لكن اليوم إحنا بالفعل إذا وصلنا لهذا الهدف راح ينتهي هذا الشغف، وينتهي هذا الموضوع بأنه أنا أريد أوصل، أنا أريد أحقق. فعلا دكتور، زين دكتور اليوم
اكو دائما نسمع مواضيع عن تخص السعاده، انه اكو اطعمه او اغذيه معينه هي ممكن انه هي تزيد لي من هرمون السعاده او انه هي تزيد من سعادتي، برايك هذا الموضوع صح؟ هذا الموضوع صح صح صحيح، والكلام هذا ثابت اصلا علميا. نعم. بس هي بالطريقه العكس. ليش؟ مثلا احنا اذا نريد نفهم السعاده واسس السعاده هنا لازم نعرف انه جزء اساسي من السعاده هو الهرمونات اللي يفرزها الدماغ. زين، هل هناك هرمونات يفرزها الدماغ تؤدي الى السعاده؟ نعم، في هرمون، هذا الهرمون احنا نسميه هرمون الدوبامين. هذا الهرمون ما إلى علاقة بالسعادة المطلقة ولا السعادة الجزئية، ولكن إلى علاقة بالنشوة والسعادة المؤقتة، يعني النشوة. هذا الدوبامين، هذا الدوبامين اللي هو يرتفع عندما الإنسان مثلا يأكل البقلاوة مثلا. نعم. ثابت علميا إذا أكل الإنسان مثلا شيئا من الشوكولا فراح يرتفع عنده هذا الهرمون 50%. إذا مارس الإنسان العلاقة الحميمة راح يرتفع عنده هذا الهرمون 100%. إذا دخن الإنسان، دخن الإنسان سجائر راح يرتفع هذا الهرمون عنده 150%. إذا راح الإنسان وأخذ حشيش أو هروين أو كوكايين أو هذه الأشياء راح يرتفع عنده 1000%. فنشوف إنه نعم هناك هرمونات تفرز بالدماغ، هاي الهرمون وهم هذه الهرمونات هو هرمون الدوبامين، هذا اللي هو يفرز وينطينا سعادة مؤقتة، وأيضا يفرز عند الأكل. يعني أيضا فأنت إذا تشوفين، إذا أنت تشوفين عندك شخص، هذا الشخص عنده كآبة وعنده حزن، فهذا يكون عنده نزول في هذا الهرمون، فهو شي يسوي يعوض بالأكل، يحاول عن طريق الأكل وطريق أكل الحلويات حتى يرفع من هذا الهرمون. بس هو هنا ما صحح العملية. المشكلة تكمن وين؟ لأنه نعرف إحنا إنه إذا اعتمد الإنسان على رفع هرمون الدوبامين في جسمه، فهذا بالمستقبل راح يسبب عنده مشاكل، وهو شنو؟ وهو مشاكل الكآبة. في عندنا هرمون ثاني، هذا الهرمون اسمه هرمون السيروتونين، وهرمون ثالث اسمه الأكسيتوسين. هذول الهرمونات هي اللي تنطيني السعادة الأكثر دائمية، وهاي الهرمونات تأتينا عن طريق العائلة، تأتينا عن طريق العلاقات الاجتماعية، تأتينا عن طريق القناعة والعمل من الداخل. فهنا الإنسان أمام طريقين، يا أما أنت تبدي تعتمد على الأكل وتعتمد على الشهوات الخارجية لتحقيق السعادة، وهون أنت ما راح تحقق سعادة، راح تحقق ذبذبات، صعود ونزول صعود ونزول في الهرمونات، وبالتالي الخلاصة راح يكون عندك شنو؟ كآبة. أو تعتمد على الهرمونات التي تنطي سعادة أكثر مدة مثل السيروتونين ومثل الأكسيتوسين، هذه الهرمونات اللي تخلينا شنو؟ نشعر بالسعادة في وقت أكثر. نعم. عفوا تفضلي دكتور، اكو نقطة أنت ذكرتها، أن اليوم اكو أغلب الناس هم يلتجئون للمخدرات حتى أنهم يكتسبون السعادة، اللي هو يرفعون هرمون السعادة فوق دوبامين. الطبيعي. زين، اليوم الإنسان إذا هو أخذ صعد هذا الهرمون فوق الطبيعي، فهو معناته هذا إنسان مو طبيعي اليوم، بمعنى أنه هو دي يلتجئ لمصادر هي ممكن تضر بالجسم، لأنه هو ما محقق هاي السعادة اللي هي بالأشياء الملموسة، بالأهداف وبغيرها، فبيبدي يلتجئ لهذا العالم الوهمي، أنه هو يبدي يلتجئ للإدمان حتى أنه هو يحقق السعادة. زين، برأيك اليوم بنسبة كم اليوم من الشباب ملتجئين لهذه الطريقة حتى أنهم يحققون هاي السعادة اللي هي بدون هدف بدون أي شيء؟ النسبة عالية جدا، احنا نتكلم فوق 70% من الشباب. نعم. احنا نتكلم 70% من الشباب، وهذه النسبة لا تختلف بين الدول، يعني احنا نشوفها في دول الشرق الاوسط ونشوفها ايضا في الدول الغربية لا تختلف، واحنا ما نقدر نقول انه الدول الغربية فيها التجاء اكثر لهذه المواد اكثر من الدول العربية او بالعكس، لا، هي نفس النسبة تماما. ليش؟ لانه اختفت عندهم الاهداف، او اذا حقق هدف ينسى انه شنو؟ انه يضع هدف ثاني حتى يشتغل على هذا الهدف الثاني. زين. مثل ما اتفقنا انا وياك. نعم. والمشكله هنا عندنا مشكله هنا آنسة شيماء، وهي ما هي؟ وهي انه في اسس ثانيه للسعاده احنا نسينا نشتغل عليها، وهي في عندنا اساس ثاني للسعاده. نعم. وهو انه الانسان دائما يحتار ما بين الخيارات. يعني مثلا أنا عندي خيار أختار هاي الوظيفة لو هاي الوظيفة، أظل محتار بالخيار.
عندي خيار ثاني، هل أنا أتزوج لو ما أتزوج؟ هل أنا أقبل بهذه المهنة لو ما أقبل؟ هل أنا أسوي هذا العمل لو ما أسوي؟ علماء النفس عندهم كلمة جميلة جدا، وهذه الكلمة هي جديدة قديمة. هاي الكلمة تقول إنه بدل ما أنت تضيع وقتك على الاختيار الصحيح، نعم، عليك أن تجعل من الاختيار صحيحا. يعني شنو؟ يعني أنت لا تضيع وقتك في الاختيار، اختار، وبعد ما تختار يجب عليك أن على تعمل تصحيح هذا الخيار، حتى أنه أنت اليوم تقدر أنه تتقدم، عكس ما أنه أنت تضيع بين الخيارات. ها أنت اختاريت بعد لا تظل أنت في نقطة الصفر، أنت الآن اختاريت، فلما تختار هذا لازم الخيار لازم تكفي، كمل على هذا الخيار. وأنت مو قناعة، أنا ما أتكلم عن قناعة، لا لا، هذا فوق القناعة. القناعة أن تقول أنا اختاريت خلاص الحمد لله والشكر، لا، أنت الآن بعد الاختيار يجب عليك أنه تعمل على أن يكون هذا الخيار صحيحا. يعني أنت شغلك يكون، نعم، أنه هذا الخيار يكون صحيح، نعم. وهذا من باب شنو؟ هذا من باب شنو؟ نقطة مهمة. نجيب محفوظ صاحب الجائزة نوبل، اللي أخذ جائزة نوبل في العلوم العربية، نعم، أو الآداب العربية، كان هو يدرس فلسفة ولكن اضطر أنه يدرس الأدب العربي ونجح وحصل على جائزة نوبل. ماذا قال؟ قال إن لم يكن لك ما تريد فلترد ما يكون. يعني إذا ما العالم انطاك الشيء اللي أنت تريده، فأنت الشيء اللي تحصله اشتغل عليه. يعني تتأقلم مع الظروف، تتأقلم، مو بس تتأقلم وتقتنع بالظروف، وتعمل على أنه، نعم، هاي الظروف اللي وصلت لك هي اللي توصلك إلى شنو؟ إلى السعادة. نعم. يعني أنت تشتغل على هاي الظروف. يعني أنت مثلاً، أنت الآن مثلاً أكبر مثال إحنا نشوفه بمجتمعاتنا، والله أنا لو ما متزوج أحسن لي، لو ضالع الزابي أحسن لي، صح؟ هذا معناته أنه اليوم الواحد هو ما تأقلم مع الظروف وما تأقلم مع اختياره. دكتور محمد، أنا مستمرة وياك سعيدة جدا بالمعلومات اللي تنطيها إن، لكن راح نروح لفاصل قصر مشاهدينا، من بعدها راح تكون إن عودة. رجعنا لكم أكيد مشاهدينا من بعد هذا الفاصل القصير، ونرجع ويا دكتور محمد المهدي حتى نتحدث أكثر عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. دكتور، إحنا توقفنا عند نقطة اللي هي إنه إحنا لازم اليوم كبشر إنه لازم إحنا اليوم ما نوقف عند نقطة معينة، ولازم إنه إحنا نتأقلم، وحتى الخيار إذا إحنا اختارينا ما نتراجع، المفروض إنه إحنا نكفي، وبالعكس نتأقلم مع الوضع حتى أن احنا اليوم نكتسب هاي السعادة وما نوقف عند نقطة معينة. اليوم هاي المواضيع كلها دا نشوف أنه هي شائعة بالمجتمع، أنه اليوم واحد مثل ما ذكرت، لو أنا ما متزوج، لو هاي كلمة لو أو يا ريت أنه أنا ما سويت، هاي مو بحد ذاتها أنه هي معيار من معايير أنه اليوم أنا أكون إنسان فاشل، أنه أنا معيار الفشل ومعيار الكآبة. بالضبط، أول ما يبدأ الإنسان في الندم على قرار اتخذه في الماضي فهنا تبدأ الكآبة، فهنا الآن بداية النهاية للشخص هذا، لأنه أنت هذا القرار اللي اختارته في الماضي لا تستطيع أن تغيره، هذا الخيار أنت اختاريته بعد، فأنت هنا تستمر في هذا الخيار وتعمل على إنتاجه كخيار صحيح. المشكلة تكمن وين؟ حتى نشرع للنقطة الثالثة والنقطة الرابعة في السعادة. نعم. النقطة الثالثة والمهمة هنا إنه نشوف الأشخاص اللي أقل سعادة هم اللي دائما يحاولون السيطرة على بقية العالم، يعني هو يحاول يسيطر على من حوله من العالم، من الأفراد. نعم. أي شخص يحاول يسيطر على غيره من الأفراد تلقيه فاقد للسعادة. دكتور، وأيضا نقطة إنه الإنسان إذا هو كان متعلق بالماضي ايضا هم من الناس اللي يفقدون السعاده. نعم نعم، لانه تعلق بالماضي، لانه ادت خيارات الماضي خلاه شنو؟ خلاه يقول لك انا هاي النسخه الجديده اللي وصلت لها انا ما راضي عنها، فانا متعلق بالماضي. هو ليش تعلق بالماضي؟ لانه النسخه الجديده اللي هو وصل لها ما راضي عنها فتعلق بالماضي. نعم. الان هو تشوفه، ومو بس يتعلق بالماضي، يحاول يغير الاشخاص اللي موجودين حواليه بحيث انه يكونون مقبولين للماضي مالته، وهذا غلط.
هذا غلط. وايضا دكتور انه ممكن او انه هو شخص صارت له احداث سيئه بالماضي وما يقدر يتجاوزها، فتلقى انه هو باقي بهذا البارت، انه هو باقي بالماضي، ما يقبل انه هو ينسى الموضوع ويكفي. انه احنا المشكله عندنا انه ما نفكر انه الحياه قدامنا، المستقبل قدامنا، احنا نقدر نغير، نقدر نسوي هاي اشياء. اكو ناس لا، باقيه بالماضي، أنا صار لي هيك، أنا إنسان منهزم، أنا إنسان مكسور، فيبقى بهذا الإطار. اليوم هذا الإنسان شلون يقدر يكتسب السعادة من جديد من بعد ما تعرض لخيبات هواية؟ وإحنا دائما نشوف ذول الناس اللي يتعرضون لطعنات وخيبات وغدر، شوفوا إنه هو ما يبدي يتقبل إنه هو يبدي صفحة جديدة ويبدي إنه هو يوسع دائرته الاجتماعية حتى يكتسب هاي السعادة. هذا الشخص أنا عندي إلى 4 نصائح، إذا عمل على هاي 4 نصائح فهنا راح يغير حياته 180 درجة. نعم. النصيحة الأولى، وهو هذا المقولة الصينية الثابتة دائما، هذا الشخص لازم يبدأ بمساعدة الآخرين. أنت إذا تريد تحصل على شيء من السعادة في حياتك لازم تبدي تساعد الآخرين. آنسة شيماء، هناك مقولة صينية. نعم. ماذا تقول؟ تقول إذا أردت أن تكون سعيداً لمدة ساعة فروح نام ساعة، وإذا أردت تكون سعيد لمدة يوم كامل فروح صيد سمك، وإذا أردت أن تكون سعيد لمدة سنة فيجب أن يأتيك ميراث، وإذا أردت أن تكون سعيد لمدى الحياة فيجب عليك مساعدة الآخرين. فأول نصيحة لهذا الشخص اللي يريد يغير حياته نحو الأحسن هي مساعدة الآخرين، هاي أول نصيحة. النصيحة الثانية هو أنه يضع هدف ويعمل للوصول إلى هذا الهدف. والنصيحة الثالثة، عليه أن لا يفكر بالأشياء اللي هو ما يقدر عليها أو الأشياء اللي هو ما مسيطر عليها. وهي ترى النقطة الرابعة في أسس السعادة. النقطة الرابعة في أسس السعادة تقول أنه الإنسان اللي دائما يفكر بالأشياء اللي هو ما مسيطر عليها وينسى يفكر بالأشياء اللي هو مسيطر عليها، فهنا تبدأ الكآبة. يعني أسس أو الأساس الرابع من أسس السعادة إنه أنت لازم تفكر بالأشياء اللي أنت أنجزتها وطورت بنفسك بدل ما تفكر بالأشياء اللي أنت ناقصتك. يعني إنه أنا أن أركز بالنقاط القوة اللي عندي، بالنقاط اللي أنا متمكنة بيها حتى اليوم أنا أكتسب هاي السعادة، أو إنه أنا أفكر بالأشياء اللي أنا أنجزتها، هاي بحد ذاتها أيضا سعادة. وأنميها وأعمل على تنمية هذه الأشياء. بالضبط. لأنه هذا ينطيني أنا راحة نفسية بعدين في المستقبل. نعم. والنقطة الرابعة، نصيحة لهذا الأخ والأخت أو اللي يريد يغير حياته. نعم. في نقطة مهمة، هل السعادة هي منبع خارجي لو منبع داخلي؟ السعادة يعني أنا السعادة هل هو شيء نابع من الداخل؟ يعني هي داخلية أو مكتسبة؟ عافية، هل هي داخلية أو شيء يجيني من الخارج؟ نعم. لا، السعادة هو شيء داخلي. يعني أنت لما تكون تريد توصل لمرحلة السعادة فلازم ما يكون عندك تعلق بالجزئيات الخارجية. صح. وطبعا هذا المفهوم هو مفهوم قرآني، يعني هو مو مفهوم جديد، هذا المفهوم مفهوم قرآني. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني هذا المفهوم احنا نشوفه موجود في صلب القرآن، وما هي من ماهيات القرآن انه التعلق بالجزئيات، او اذا فكر الانسان انه الجزئية من الجزئيات هي التي توصله الى السعادة فهذا ما رح يكون سعيد. نعم. السعادة هي نابع داخلي يأتي من داخل الإنسان، وليست سعادة مطلقة، إنما هي سعادة جزئية، لأنه هاي نقطة مهمة هنا آنسة شيماء. نعم. نقطة جدا مهمة، لأنه إذا ظن الإنسان أنه في يوم من الأيام سيصل إلى السعادة المطلقة في هذا العالم فهذا اليوم اللي يوصل فيه للسعادة المطلقة راح يموت، لأنه لا توجد هناك سعادة مطلقة. نعم. وشيء من الأشياء اللي خلينا إحنا كبشر نكون نشعر به بالحياة هو الألم، هو يعني لازم الألم التوازن والألم. نعم. الموجود في الداخل هو اللي يخليني أنا أشعر بالوجود بالتكامل. بالضبط. وهذا يخلينا بعدين نفرع، وين نفرع؟ للإدمان. الإدمان. نعم. هو فرع من السعادة. يعني أنت لما تشوف شخص هو يحاول يبحث عن السعادة لأنه لم يجد السعادة في الداخل، فالآن يبدي يبحث عن السعادة. زين، إذا أنت ما وجدت السعادة من الداخل وأنت تكتسبها من الخارج، تريد توصلها من الخارج. نعم. وما هي الطرق اللي موجودة بالخارج؟ الطرق اللي موجودة بالخارج كلها
متعلقة بالسعادة، مو الجزئية، لا، بس بالمتعة المؤقتة. نعم. والمتعة المؤقتة إذا إحنا استمرينا عليها، هاي المتعة راح المؤقتة راح يهلك الإنسان، راح يؤدي إلى الإدمان، ويؤدي إلى الإدمان، وبعدين يؤدي إلى الكآبة. نعم. وانت تشوفين أي شخص كان في وقت من أوقات حياته عنده إدمان، سواء أنسة شيماء، سواء إذا كان الإدمان واحد على المواد الكحولية، إذا كان الإدمان على التدخين، إذا كان الإدمان على الحبوب، إذا كان الإدمان على الحشيش وما إلى ذلك، بصفة عامة. نعم. أي إدمان أنت تشوفيه، شخص إذا مرحلة في مراحل حياته أدمن وكان عنده إدمان، هذا سيؤدي إلى شيئين، شيء راح يؤدي إلى كآبة، وراح يؤدي أيضا إلى مشاكل نفسية. واحدة من هاي المشاكل النفسية هو الانفصام بالشخصية، والانتحار أيضا، يوصل الإنسان للانتحار في حال الانتحار. بالضبط. الانتحار بحثا عن شنو؟ بحثا عن السعادة. بالضبط. الانتحار بحثا عن السعادة يوصل هو للانتحار. نعم. نعم. زين دكتور، احنا اليوم ما من حكينا بهذا الموضوع، ليش اليوم ما انه احنا كبشر نريد نوصل لأعلى نقاط السعادة، وبالإضافة لهذا انه احد هاي الأشياء اللي احنا نريد نوصلها اكو شطر من الناس انهم التجأوا للإدمان حتى هو يحقق، حتى لو لساعات يحقق انه هاي السعادة. احنا للأسف رافضين انه هذا الكون هو لازم يكون كون متوازن، لازم بأيام حلوة وأيام مرة، حتى احنا اليوم الأيام المرة تخلينا احنا نقدر الأيام الحلوة والنعم اللي احنا بيها، لكن احنا للأسف ما عندنا هاي، يعني البعض من الناس ما عندهم هاي نعمة الامتنان اللي هي أني حتى أحصل السعادة أنه أنا لازم أكون ممتنة لكل شيء الله سبحانه وتعالى وهبني. فنعمة هاي النعمة أيضا أنه الإنسان هو يكون ممتن لكل شيء، هاي أيضا هي تحقق السعادة. نعم. في علماء النفس، إذا أنت تعرفين في علماء النفس، نعم، يقعدهم مقولة جميلة جدا من يبدي معالجة الشخص نفسيا. تعرف ايش يبدي معاه؟ يبدي معاه يقول له، إذا أنا أقول لك أنه البارحة في هذا العالم في عندنا 150 ألف شخص ماتوا. نعم. 150 ألف شخص في هذا العالم البارحة ماتوا، توفوا. أنت تتمنى تكون واحد من عندهم؟ راح يقول لك لا. بالضبط. وهذول 150 ألف شخص لو سألتهم واحد واحد، كان كل واحد بيهم يتمنى يكون عايش حياتك أنت اللي عايشها الآن. بالضبط. وراح أعطيك بعد أكثر، المقولة الثانية التي يستخدمها علماء النفس، يقولون لأي شخص عمره 40 سنة 50 سنة يعاني من الكآبة أو يعاني من الإدمان، يقولوا له أنت الآن إذا نجيب شخص عمره 70 سنة 80 سنة، تعرف يقدر يريد يشتري منك عمرك 10 سنين من عمرك ويدفع لك ملايين الدولارات في بسبيل هذا الشيء؟ فأنت يحسدوك على الحياة اللي أنت عايشها، يحسدوك على الوقت العمري اللي أنت عايشه. هنا دخلنا يعني هذا العمر بإطار تقدير النعم اللي موجودة بحياتنا. ولذلك إحنا نشوف الآن أنسة شيماء، إذا أنت صار عندك جرح باليد، انجرحت إيدك وهذا الجرح عميق، لما تروحين للدكتور، الدكتور يعمل على تنظيف الجرح، تنظيفه، ينظف الجرح ويعقم الجرح ويغلف الجرح، وتروحين أنت، الدكتور ما لأم الجرح، الجرح يلتئم من حد ذاته، يعني أنت جسمك لازم يلأم هذا الجرح. وكذلك الجرح النفسي والكآبة النفسية والمشاكل النفسية. فأنت إحنا في علم النفس نعمل على تهيئ الظروف، مثل التعقيم جرحه. نعم. نهيئ الظروف حتى الشخص هو بحد ذاته يلئم هذا الجرح أو يعمل على لئم هذا الجرح. نعم. فأي شخص يعتقد أنه المشاكل النفسية إلها حل خارجي، إلها حل دوائي، لا يوجد، الحل موجود من داخل الإنسان. بالضبط. ومن هو بنفس الإنسان. وهنا حتى شنو، حتى أنا أعرج على النقاط اللي كنا نتكلم بيها بالمقابلة السابقة أنسة شيماء. نعم. في هنا بحث علمي جميل جدا ونكتة علمية قوية، ماذا تقول؟ نعم. تقول أنه هاي الذبذبات اللي موجودة في دماغ الإنسان لهرمون الدوبامين اللي هو إلى علاقة بالكآبة وإلى علاقة بالمشاكل النفسية وما بينها مرض الانفصام بالشخصية، هاي الذبذبات. نعم. بهذا الهرمون، تعرفين انه هاي الذبذبات تختفي اذا صام الانسان 40 ساعة وما فوق. نعم. ولذلك احنا نشوف انه الادوية اللي موجودة الان اللي تعمل على انه تخلي استقرار عندي في هرمونات الدماغ ما لها ذيك الفاعلية،
ونشوف أنه في بحوث علمية جدية الآن موجودة من مراكز محترمة مرموقة في العالم تقول أنه الصيام بحد ذاته، يعني الامتناع عن الأكل لساعات طويلة، هو يعمل على أنه يبدي دماغ الإنسان يوازن، مثل ما حضرتك تفضلتي، يوازن ما بين السعادة والكآبة. بالضبط. دكتور أني أشكرك وشكرا للمعلومات اللي دائما تقدمها، وصراحة جدا استمتعت بمحاورتك لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك، شكرا وشكرا دكتور. لكم على هذه الاستضافة. شكرا دكتور. أنا دائما أذكرها أنه إحنا اليوم فخورين من تكون عندنا هيك طاقات عراقية خارج العراق، وأنه هي تقدم لنا هاي الفائدة وتقدم لنا هاي النصائح، فإحنا ممتنين لك جدا دكتور، وشكرا على الأشياء اللي قدمتها لنا بحلقتنا لهذا اليوم. أكيد مشاهدينا إحنا مستمرين ياكم بحلقتنا لهذا اليوم، رح ننتقل لفقرة السوشيال ميديا رح تنقل لنا بيها نور الجميلي الأخبار العالمية والعربية والمحلية بهاي الفقرة. يسعد مساك نور وحياة الله بمورنينج لايف، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة يا رب قضيها بخير وبركة. حياة الله، أهلا وسهلا بيك نور. أكيد محضرة لنا هواي أخبار اليوم، هواي أخبار، فإحنا نريد نسمع ونشارك بها. أوكي. نبدأ بأول خبر. طبعا وزارة التربية لا يوجد دخول شامل لهذا العام، وبشأن الامتحانات حتكون الأسئلة الامتحانية من ضمن المنهج وتناسب الفوارق العلمية للتلاميذ. دخول شامل ماكو. نعم. لازم طلابنا شوية يجتهدون، يشدون حيلهم، وإن شاء الله الموفقية والنجاح لجميع الطلاب. بالضبط، هاي من الأخبار اللي أنا أعتبرها إيجابية. يعني جزء اليوم الطلابنا اليوم يعتبروها هو إنه شيء كسر واهسهم، لأنه ماكو دخول شامل، لكن لكل مجتهد النصيب. اليوم أكيد. لازم أنت تجتهد وتسعى حتى اليوم أنت تحقق هذا النجاح. بالإضافة لهذا حلو إنه اليوم كل الأسئلة هي راح تكون من المناهج التعليمية، يعني ماكو شيء خارجي. فالموضوع راح يكون أسهل على الطالب. أسهل أكيد. نعم. كل طالب بعد هو اجتهد. بالضبط. خبر الثاني أن الكوادر الطبية في مستشفى الفرات الأوسط في النجف الأشرف تعيد فتى يبلغ من العمر 11 عاما للحياة بعد موته سريريا جراء تعرضه لصعقة كهربائية. طبعا هذا الخبر جدا فرحني أنه شخص تخيلي فارق الحياة ورجع الحياة. هذا دل على شيء، دل على اليوم أنه إحنا اليوم دا نمتلك كوادر طبية هي ممتازة جدا، ممتازة ومؤهلة. بالإضافة لهذا دائما إحنا نشوف أنه حتى أنه اليوم من دي أكو ناس تسافر خارج العراق حتى تتعالج على يد الكوادر الطبية العراقية، الطاقات العراقية هاي. فإحنا اليوم هذا إذا دل على شيء، دل على أنه إحنا اليوم ما مدى الرصانة التعليمية اللي يتم تقديمها بالجامعات العراقية حتى اليوم احنا ده نخرج هيك جيل واعي، جيل قادر على حمل هاي المسؤوليه. بالاضافه لهذا ده نسمع هاي الاخبار، ودائما نسمع احنا اخبار بما تخص انه اكو عمليات جدا صعبه تكللت بالنجاح على يد اطباء عراقيين بمستشفيات عراقيه. فهاي من الاخبار المفرحه احنا اللي احنا دائما نحبها. نشكر الكوادر الطبيه على جهودها اكيد. الخبر الثالث انه الرباع البارالمبي مصطفى سلمان يحقق ذهبيه كاس العالم في تايلاند. طبعا الرياضات الفرديه مهمله بالضبط. بس احنا دا نتفوق بها الحمد لله، يعني دا نوصل مراحل حلوه بالضبط. ان شاء الله نتمنى انه يهتمون اكثر بالرياضات الفرديه. بالضبط، تحديدا البارالمبيه احنا دا نشوف انه اليوم دا نشوف عندنا شباب حققوا كثير من النجاحات. فهذا الموضوع انه اليوم ناهيك عن الانجاز الرياضي، انه لازم اليوم ينطينا حافز انه اليوم دائما بنشوف اشخاص عندهم هم إعاقة جسدية، بس لكن هاي الإعاقة موقفت بطريق نجاحهم، قدروا أنهم يحققون كثير من النجاحات على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد على كافة الأصعدة بالحياة العامة. فهنا إذا إحنا نركز بهذا الموضوع، راح أربطه بموضوع حلقتنا اللي كان قبل شوي بما يخص السعادة، نشوف أكو ناس رغم المشاكل اللي هم يمرون بيها ورغم الإعاقة الجسدية اللي أنا ما أعتبرها إعاقة بصراحة، لأن دائما أذكر هاي النقطة، الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الفكرية. نشوف رغم هذا أنهم قدروا يخلقون السعادة ويخلقون هذه روح التنافس، وقدروا أنهم يحققون ميداليات ذهبية ووصلوا مراحل جدا جميلة. بالضبط، مثل الإنسان العادي ما قدر يوصلها لأنهم عندهم روح جدا جميلة. الله يوفقهم، روح يعني بها حافز، عندهم حافز، عندهم هذا الإصرار. فأنا أتمنى كل شاب اليوم يمتلك هذا الإصرار وهاي العزيمة حتى أنه يحقق أهدافه إن شاء الله يا رب. نعم. الخبر الرابع أنه إلقاء القبض على شخصين أقدما على سرقة الإشارات الضوئية الخاصة بمشروع جسر القناة الجديد ضمن منطقة شارع فلسطين في بغداد. طبعا هذا بس تخريب، يعني أخذوا الإشارات الضوئية وما راح يستفادوا من هالشيء ولا راح تنباع، مجرد أنه خربوا وخلص. بس احنا دا نشوف أنه الموضوع الأحلى أنه
تم القبض عليهم. تم القبض. فهاي المواضيع اليوم احنا بالعكس احنا اليوم بدنا نشوف هاي الاشارات وبدنا نشوف هذا الاعمار اللي يصير. بالنهايه اكو ناس تقول انه ها انا الحكومه سالبه مني انا الحكومه، دائما نسمع هاي الحكي، لكن لا، هذا بلدنا اليوم رغم تغير الحكومات احنا باقين بهذا البلد، هذا البلد هو ملكنا، لازم احنا نحافظ على الممتلكات العامه، لان هاي بالنهايه ان ناهيك عن الناس اليوم اللي تجينا من خارج العراق لازم تشوف صوره مشرفه وصوره حلوه عن البلد. احنا اليوم كنا مسؤولين من نشوف اكو اعمار، احنا لازم نكون مساعدين انه احنا نحافظ على الاشياء اللي يتم اعمارها. بالنهايه هذا بلدنا، وبالنهايه احنا لازم دورنا اليوم كناس واعين ومثقفين انه نحافظ على الممتلكات العامه. اكيد نتمنى انه يتلقون العقاب العادل حتى بعد ما تتكرر هيك حالات نهائيه. الخبر الخامس، اعتقال مبتز اجنبي في بغداد ساوم فتاه عراقيه على صورها وهدد انه ينشرها بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا مو عراقي لا اجنبي اجى لبغداد وهدد الفتى. هوايد نشوف حالات ابتزاز، ابتزاز حالات هوايد تصير، لكن احنا نشكر جهود الجهاز الامن الوطني وايضا سووا حمله مال احنا بظهركم. اذا سمعت بها هاي الحمله اليوم هي اللي توعيت بالمدارس وايضا انه هم حتى انهم يساعدون بتقليل حالات الابتزاز ونجحوا بالفعل، فمشكورين وشاكرين جهودهم اليوم انه هم دائما يحلون هاي المشاكل بسريه تامه. والاحلى من هذا انه اليوم هم قريبين من المواطن وايضا الاجراءات جدا سهله. فهي من المواضيع الحلوه اليوم انه احنا قدرنا نتخلص من مشكله كبيره بما يخص مواضيع الابتزاز. واحنا دائما نعول وننصح بهذا الموضوع، اي شخص يتعرض لابتزاز اي نوع من الابتزاز لابد انه انت اليوم بتقدم شكوى حتى اليوم انه انت تحفظ حقك وتخلي الشخص المبتز هو عبره لمن اعتبر، حتى انه انت اليوم تحافظ على حقوقك وتنقذ باقي الناس من شر هذا المبتز. طبعا الخبر السادس من اغرب الفيديوهات اللي شفتها على موقع التواصل الاجتماعي، احياء خضروات ميته بعد وضعها بالمواد الكيميائيه. شلون رجعت مالي هو جدا غريب، انا استغربت. خلينا نشوف الفيديو بالضبط. يعني الفيديو كلش حلو بصراحه، انا شفته بصراحه. زين شنو تاثيره؟ ما نعرف شنو تاثير المواد الكيميائيه. شوف هي المواد الكيميائيه دائما احنا نشوف انه دائما احنا ليش دائما نرغب الخضروات والامور اللي هي تكون العراقيه اللي احنا نسميها البلديه. ليش؟ لانه اليوم هاي كلها تكون هي طازجه دون تاثير المواد الكيميائيه، فنشوفها انه حتى يعني كطعم وكريحه اكو فرق. نعم. زين فناهيك عن هاي، اكيد المواد الكيميائيه اللي دخلت باعادتها بعد ذبولها لابد انه بها سايد افكت، لانه باعتبارها تدخل كيميائي هذا خارج عن الطبيعه، فكل شيء خارج عن الطبيعه فيكون به تاثيرات سلبيه حسب وجهه نظري. بعد انا الله يستر بعد. الخبر السابع انه الاميره النائمه سيده بريطانيه تصاب بمرض غريب يجعلها تنام في الاماكن العامه وايضا خلف مقود سيارتها من دون ان تسيطر على نفسها. تخيلي انه تنامين باي مكان، كارثه هذا الموضوع. هذا الموضوع كارثه انه يهدد حياتها بصراحه. لانه اليوم هذا المرض انه هي ما عندها السيطره الكامله اليوم على هذا الموضوع تحديدا النوم، فتشوفي انه هي تقود السياره وتنام، هذا يؤدي الى الحوادث. فهذا الموضوع نادر، من الامراض النادره بصراحه الغريبه. يعني بالضبط، فاعتقد انه هذا يصيب من فد كذا مليون شخص واحد، لانه هاي من الامراض النادره اللي احنا دائما نسمع بها. جدا نادره بالضبط، ونسمع انه ايضا صارت هوايه دراسات بما يخص هذا الموضوع. اكو هو انه هو شيء يخص الدماغ، اكو اختلال انه شيء بالدماغ انه هو يؤدي الى هذا المرض. الله يعافينا ويعافيكم ان شاء الله ويبعد عنا هاي الامراض اللي احنا دائما نسمع بها، الامراض الغريبه، ويعين الناس اللي هي مصابه به باعتبار انه هذا موضوع خطر جدا اليوم، لانه اليوم هذا الموضوع انه اليوم يسبب حوادث ويسبب كوارث للفرد نفسه. فلذلك اي شخص يعاني من هاي الحالات لازم يبتعد عن الالات الحاده، يبتعد عن الاماكن المرتفعه وغيرها من المواضع باعتبار انه موضوع خطر. ربي يشافيها ويشافي جميع المرضى. طبعا الخبر الثامن، قبل إعادة إطلاقه هو الكشف عن صور هاتف نوكيا 3210 باللونين الأصفر والأزرق البالغ سعره 100 دولار. عندك نوكيا شيء ما قبل؟ قبل كل شيء هواية عندك يعني؟ يعني كل شيء هواية. فهسه هذا يعني هذا إصدار جديد هسه. هذا إصدار جديد. شوفي خليني أقول الشغلة، اليوم اكو ناس تحب تقتني لانه هو الاشياء شيء مثل تقول تراثي قديم. بس لكن انه اني اقتني حتى استخدمه رغم انه انا شفت الحداثه والتطور، فاعتقد مستحيل.
يعني انت مو من النوع اللي يحب الاشياء ارجع للقديم، لا انا ابني احب التحديثات. عموما اكيد عشاق النوكيا راح يشتروا اول باول. نعم. المهم الخبر التاسع، ان علماء الاعصاب يقولون انه في كل مره تقاوم الانفعال والتصرفات اثناء غضبك فانت تقوم باعاده برمجه دماغك لتصبح اكثر ذكاء وهدوء ايضا مستقبلا. يعني من تحافظ على غضبك اوقات الانفعال، نعم، حافظ عليه لان تحصل اكثر ذكاء بالمستقبل. اي بمعنى اذا نجحت في مقاومه غضبك باستمرار من الممكن ان تتغير شخصيتك كليا لتصبح شخصا اكثر اتزانا وحكمه في مختلف المواقف التي ستواجهها. نعم. واكو دراسه هي مستحدثه، هاي الدراسه صارت هي ب يعني ما يقارب 2019 2018. ذكروا بهاي الدراسه انه اليوم ايضا شوف دائما احنا ليش الدراسات صار بها تضارب، اكو دراسه تقول انه الانسان اذا هو كبد غضبه وحاول انه هو يكبت هذا الموضوع راح ياثر سلبا على صحته النفسيه وعلى صحته من ناحيه صحه اعضائه ناحيه القلب وصحه الدماغ. واكو دراسه اللي هسه ذكرتيها انت انه اليوم الانسان لازم انه هو اذا هو قدر يكبت هذا الموضوع او يمتصه فانه هذا الموضوع راح يزيد من ذكائه. فاحنا مقابلين هاي المرات من يكون عصبي يحكي اشياء يتندم عليها بعدين. صح. ممكن لا من يكتم، يعني هي حسب الشخص. نعم. ف خلينا نشوف كتموا غضبكم وجربوا. لهنا انتهت اخبارنا لهذا الاسبوع، ان شاء الله نهايه الاسبوع سعيده عليك وعلى جميع المتابعين. شكرا لك نور، وشكرا شكرا ايش على الاخبار اللي قدمتيها الاكثر من رائعه. شكرا جزيلا. اكيد مشاهدينا احنا مكملين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، راح ننتقل لموضوع جدا رائع والكل راح منتظره بفارغ الصبر، لان احنا دائما احنا نسمع به على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص الطاقه الحيويه وخصوصيات الطاقه الحيويه، ودائما نسمع بهوايه مواضيع. احنا اليوم نريد نحكي بهذا المواضيع بالتفصيل وتحديدا موضوع الطاقة، لأنه أكو هواية ناس بدت أنه تستثمر هذا الموضوع على أنه هو بديل للعلاج وبديل لهواية أمور. فإحنا راح ننتقل هسه مع أكرم جدوع ماجستير بالطاقة الحيوية حتى نحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع اللي هو يخص الطاقة. حياك الله أستاذ أكرم ومية هلا بيك ويسعد مساك، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة يا رب مليئة بالطاقة الإيجابية والصحة والعافية. أهلا وسهلا بك دكتور. أستاذ أكرم. أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، بداية أنه إحنا من حكينا بموضوع الطاقة بصورة عامة وحكينا أنه الطاقة الحيوية وعلم الطاقة، فأريد تحكي لي اليوم عن علم الطاقة. اليوم اللي إحنا نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو العلاج بالطاقة، العلاج بهذا الأمور، هاي الأمور صحيح حقيقية هاي الأمور؟ لا. ليش لا؟ ننطلق من مبدأ نتفق عليه. نعم. أنه كل شيء في هذه الدنيا في الكون له وجهين، وجه ممكن تستخدمه إيجابا وجه ممكن تستخدمه سلبا. الناس اللي ما عندهم معلومات على الموضوع من يطلع اسم جديد إسقاط نجمي تاروت فلانشي فلانشي قبل يندفعون إلى وكأنه الحلول مع المشاكل حياتهم هنا، فما عنده وعي فيلجأ. هنالك من يستغل هذا الاسم لمصالح شخصية طبعا مادية ومكاسب، فيقوم يوهم الطرف الآخر أنه حلك بهذا المكان، وهذا عايش بالوهم فينعكس عليه سلبا. الطاقة تعريفها بشكل بسيط جدا، كل شيء غير مرئي وله تأثير، انتهى. هذا تعريف الطاقة. نعم. حيوية جاية من الحياة من الخلية، تفتحين الذرة تلقين الإلكترون يفتر حول النواة، حركة جيبية اهتزازية. نعم. على محيط الجسم يولد مجال كهرومغناطيسي يشكل ما يسمى الهالة المحيطة بيك، وكل الأجسام موجودة حتى العفو الحيوان عنده هاي الشاكرات أو المراكز الطاقة أو الهالة الموجودة. نعم. المشكلة وين ده تصير ست؟ أنه شخص من يجي يستغل اسم مفيد أو بنتائج بأشكال وطرق واستخدامات ووسائل غير مفيدة وغير مجدية راح ينعكس سلبا على اسم المعنى المطلوب. مثلا ابن خلدون شي يقول؟ نعم. يقول كل شيء مركزي ومهم، اذا شفت شيء مركزي ومهم وبي تاثير وممكن ينفع، اذا تريد تضيعه انتج كتب حوله، الف كتب حوله، ثير معلومات كثيره حوله، راح تفقد المركزيه مالته وراح تفقد القيمه مالته. الطاقه الحيويه موجوده. نعم. هو علم اعلى من العلم المادي، غير مرئي وله تأثير. ناخذ مثال بسيط. نعم. جبت جسم عادي، شخص خلي يقول أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد لحد ما يموت ما يشعر بالسعادة.
قل له تعال اشعر لي بالسعادة كشعور كطاقة، راح يصير عنده إفراز هرمونات، بمعنى الجسم بعد ما شعرت حقيقة أنتج نتائج حقيقية. ما يوهمك في علم الطاقة هو أنه تلجأ إلى وسائل ما لها علاقة بالمشاعر الحقيقية ويخليك عايش بوهم فتبقى تجذب الألم. نعم. الوهم، وبالتالي طبعا راح يودي بك إلى ألم، يعني أنت راح تنصدم بالموضوع. الطاقة الحيوية علم نعم موجود، إلى أسس ولا احترام ولا قواعد ولا تطبيقات، وإلى جانب حقيقي أعلى من العلم المادي. بالضبط. الزائف مالته هو الوهم والعيش بالخزعبلات. انت قبل شوي ذكرت موضوع الشاكرات. اليوم مو كل الناس تعرف ما معنى الشاكرات. فأريد نوضح هذا المعنى بصورة مفصلة. شاكرات باللغة السنسكريتية تعتبر مراكز الطاقة مال الجسم. كل الجسم مالك بمراكز طاقة، كل تكتل حسي له مسؤولية على أعضاء معينة، هذا يسموه مركز طاقة أو يسمى عقدة. يعني البنكرياس هي غدة بس اسمها عقدة. في مكان اللغة السنسكريتية المحيط بالجهاز الهضمي يسموه شاكرات، شاكرة. الفكرة مال شاكرات شنية؟ هذا المركز الطاقي مسؤول عن المشاعر، كبت المشاعر. من تجي تكبت مشاعرك، مخاوف على أحزان، على عاطفة، على صدمة عاطفية، على خسارة مادية، على ما لا نهاية من الاحتمالات من المشاعر، راح تتركز بالجهاز الهضمي. يجي مركز طاقة الجهاز الهضمي من تشتغل عليه كعلاج نفسي حقيقي مو وهمي، راح يحس أنه يعدل سلوكك فكريا وشعوريا، فيتوازن عندك هذا المركز فينعكس على الأعضاء بالنتيجة. مثل ما قلت لك، إذا تقول أنا سعيد ما يفرز دوبامين، إذا تشعر بالسعادة يفرز. لازم يقول الشعور ونابع من الداخل، من الداخل. فأنت من تشتغل عليه داخليا تجيب النتيجة. أما إذا تعيش بالوهم وتعتمد على مصادر خارجية، أنت ضيعت لهذا الحال. والموضوع اللي دي يصدر شنو؟ بدون يجيبون شمعة ألوان، هي هاي المشكلة. أحجار على تاروت، على اكتب وحرق، على خزعبلات. خزعبلات سواء إذا كانت هي شمعة الشاكرات أو سواء الأحجار أو هاي الملائكة. زين هذا موضوع، هاي المواضيع والتاروت وقراءة المستقبل، هاي المواضيع ليش إحنا اليوم أصلاً إذا تجين علمياً مفندة، أما إذا تجين شرعياً فأصلاً هي تدخل بالشرك وبالحرام وبالهاي. نعم. لا يعلم الغيب إلا الله. شوفي كلمة التاروت هي عكس كلمة توراة. تاروت؟ نعم. عكس كلمة توراة. يجيبون أشكال ورموز ويقول لك أشوف لك البخت والحاض والطالع والبرج، وهاي المرأة تتوافق مع هذا الرجل، وهاي ما يتوافق، وهذا المشروع الطب عليه لما الطب. وأنا كوش منطق؟ أنت لا تعلم الغيب، أنت قاعد تخدع الطرف. الخلل مو بده يسوي هذا الموضوع، الخلل بده يتبعوه واللي مغسوله ادمغتهم. طبعا هو انت شلون شجعت لو ما لقيت هنالك دعم من عندهم معلومات ضعيفه حول يعني الموضوع. يعني انت اليوم كل الناس اللي هي تقرا هذا التاروت وغيرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله وهم، غسل ادمغه وبرمجه سلبيه، وتخلي الشخص تابع وليس قائد، وتخلي الشخص يسلم عقله لشخص دا يوجهه باللاشعور. وهنالك عقول كبيره تزم الخيوط وتلعب بالجهل بهالشكل هذا. نعم. الخلل مو بالإيد اللي قاعدة تتحكم ولا بالعقول اللي تقود، الخلل باللي سلم عقله وتبرمج عقله أنه هو يكون تابع ومو قائد لحياته. نعم. هاي أبسط تعبير. بالضبط. زين اليوم إحنا دائما نسمع أنه هذا الموضوع اللي هو العلاج بالطاقة، ودائما نسمع أنه أكو ناس تروح جلسات لتحرير الطاقة وتحرير الطاقة السلبية، سحب الطاقة السلبية. بالضبط. وهذا بصوت خرير الماء وغيره، وهاي الأمور كلها. أو أنه أنا أحرر الطاقة عن طريق الأصوات. ما مدى صحة هاي المواضيع اليوم؟ فإحنا لازم نركز على هاي المواضيع باعتبار أكو ناس هواي أنه هي صادقة بهذا الموضوع ومتبعته. حلو. حلو. أكو درجات موسيقية، درجات وفق ترددات معينة. نعم. هاي أثبتت أنه تفيد، أثبتت، بس شو وقت تفيد؟ شوفي ست، جذر المشاكل مالتنا داخلية. عندما خلي خطين جوا، عندما نعجز عن حل مشكلتنا الداخلية نلجأ إلى وسائل خارجية اللي تشعرنا بالسعادة واللي تشعرنا بالراحة. هاي كلها وهم، أنت داخليا تشتغل. نعم، أكو ترددات موسيقية معينة تشتغل على الخلايا، تنظم خلايا الجسم، صحيح، لكن مو هذا 100% الحل. نقطة لخ بالنسبة للشائع بالإنترنت، طبعا 80%، أنا أكثر مرة قايلها،
80% من ما ينشر فيما يخص علوم الطاقة هو كذب وخداع وما له علاقة أساسا من الصحة، ما له علاقة لا أكاديمية ولا منهجية ولا دارس الطاقة والمادة ولا دارس الحركة والتأمل ولا دارس كل شيء، أجي أخذ له معلمتي من الإنترنت وصار واني واعي. وشوف ست، هذا انعكاسه على العوائل من ناحية وقوعهم فيما يسمى فخ الوعي. تيجي البنية سمعت لها 3 محاضرات تروح تتكبر على زوجها، أنا واعية وأنت متوالمني فكري وأنا لازم أشوف لي غير واحد وراح أطلق، وتقوم تركز على سلبياته. يا وعي قاعد تحكي، هذا وعي ده يهجم بيوت. هنالك يعني عقول ده تشتغل ده توجه برامج. الوعي هو أنا اليوم شلون أدير الموضوع. الوعي أنا أتقبل وأتكيف وأعرف شلون أتعامل وأعرف شلون أحتوي وشلون أتجاوز وأصلح الموضوع. نعم. مو أول ما أدخل لي أخذ لي محاضرتين لو كورس أروح أقول لها رجل تعال طلقني، لو أمها تقول تعال نظف تقول لا أنا داخلة بمجال الوعي ما نظف. يا منطق هذا، من جبتوا هالمعلومات؟ الموضوع اللي يصير اليوم أنه بصراحة أنه بعض الناس اللي جاهلة اللي هي لا علم ولا فهم قاعدة على السوشيال ميديا وده توجه بالضبط. ده توجه اليوم شريحة من البنات، ده توجه اليوم شريحة من الشباب. اليوم هذا إحنا إذا نحكي بهذا الموضوع يدخل ضمن إطار سلبيات السوشيال ميديا اللي طبعًا أثرت هي طبعًا على عقول الشباب، لأنه تحديدا سن المراهقة اللي هو يتأثر بكل شيء بعافية، بسرعة يتأثر وبسرعة يندفع وبسرعة بالضبط. ينطلق. هذا ما عنده إدراك. شوفي ست، بالضبط ده يصير بالوعي شنو ما ينشر. طالب صف سادس ابتدائي دا ينطو منهج وأسئلة ما سادس ثانوي، هذا شي يصير بعده بالدماغ، يصير كونفليكت، تضارب بالمعلومات بين الواقع اللي يعيشه وبين الشخصية الوهمية اللي قاعد تطلع بالتلفزيون واني وسياراتي وسفراتي وملابسي وصوري. هذا يقول لك أنا أرد بسرعة أصير بهالمجال هذا، فيروح سواء كان ولد أو بنية سيم نفس الفكرة. نعم. إن هنالك عقول قاعد تغسل، هنالك برنامج قاعد يشتغل، الناس مو جدي يصير بيهم. هذا بعدين من يخوض التجربة ويتألم ويقع بأكثر من خطأ، بعدين يصحى على زمان يقول يا ريت اللي قرأ مكان خوته من البداية. هسه أكون عندك علم، أعرف إنه الخيال عكس واقع، بس أكو نقطة بالنص بين الخيال وبين الواقع، هو الأخذ بالأسباب، هو السعي. أنا مو أجي أقول أنا غني أنا عندي سيارة كذا أنا عندي سيارة كذا وعيش بالوهم، ما يصير. هذا الموضوع اللي انتشر فترة أنه قانون الجذب، أنه أنا أجذب كل شيء بترديد الكلمات. ماكو أول شيء، أنا قلت لك كل شيء له أساس حقيقي يشوه. شوفي ست، قانون الجذب، إذا شفنا 3 طيارات طلعت واحدة من شرق الكوكب، شرق الأرض يعني، واحدة يابان أوروبا أمريكا، طلعنا 3 طيارات، هاي الطيارات وقعن، هل من المعقول والمنطق أن نقول الخلل بقانون الجاذبية الأرضية الذي أسقط الطائرة؟ لا، مو معقولة. إذن هناك خلل أنه إجراءات السلامة، المتانة، الأمان، وأوقفت المحركات، هذني الأسباب أدن إلى سقوط، مو الخلل بقانون الجاذبية اللي اكتشف نيوتن اللي يسحب الأشياء. نيوتن ما اخترع القانون، اكتشفه بمعنى موجود. نجي على نفس الطيارات الصاعدين، قانون الجذب اللي وقعهن، راح نشوف قانون الجذب بالنسبة للطاقة الحيوية شلون يدرس. قانون الجذب ينص أنت لا تجذب ما تريد ولا ما تقول ولا ما تشعر، أنت تجذب ما تعيش والكون يوسع لك. بالضبط. بمعنى أنا أشعر بالألم وعايش بالألم، وأشعر بالفقر وعايش بالفقر، ما ممكن أنه أجي أقول أنا غني وسوف أركب السيارة الفلانية وسوف أشتري البيت الفلاني والملابس. هذا خارج عن الواقع، هذا تتشذب عن نفسك. بالضبط. هو هذا الوهم اللي عايشوك به، وهذا الموضوع رح يؤدي بك أنه أنت تدخل بحالات نفسية إذا ما تحقق اكتئاب وتؤدي بك أنت. هي بالضبط. هاي خزعبلات الطاقة الحيوية، أنه الشخص يبتعد عن نعم. القوانين الحقيقية ويعايش بالوهم والخزعبلات اللي قاعد تنشر. نعم أستاذ أكرم، إحنا مستمرين وياك، لابد أنه نأخذ آراء الشارع العراقي حول خزعبلات الطاقة الحيوية والأشياء اللي هي الناس هسه حاليا تتبعها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. راح نروح ويا زميله نور الجميلي ونشوف هذا الاستطلاع وراح تكون لنا عوده. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف، موضوع استطلاعنا اليوم هو عن خزعبلات الطاقه الحيويه، خليكم ويانا نشوف اراء الناس في هذا الاستطلاع. التوقعات تقريبا بها نسبه من الحقيقه، وعلى البعض لا يشتهين بهذا الشيء، يعني بالنسبة أكثر من 50% صادف الحقيقة، وهذا ليس مال بنت اليوم، هي صار لآلاف السنين يتعاملون بهذا الشيء. الإهرامات والأنكة والهاية بيها طاقات سلبية وإيجابية، ولربما مخزنة لعوالم ما حد يدري بيها. أكو عوالم بس من شافها؟ ماكو.
بس بالحابل من تقرينها بالتاريخ، العفو، من تقرينها بالتاريخ بالموروثات موجودة. أول شيء تؤمن أنت بالتاروت وعلم الطاقة وهاي الأمور؟ لا ما أؤمن بها، لأن هاي الشغلة يعني بعيدة عن الدين الإسلامي مالتنا. الدين الإسلامي يحث إنه على القدر خيره وشره، فأي سوالف إنه يعني تقدم القدر أو تعيده وتراجع فما أؤمن بها. قضايا مال الأبراج ما أبراج والطاقة مو صحيح، ما كش ما موجودة بأرض الواقع؟ ما موجودة بأرض الواقع، كل خرافات هاي بصراحة. تؤمن بها وتكون حقيقيه واقعيه والاحداث يعني تكون متسلسله. انا اتصور هاي اللي يؤمن بها شوي عند يعني خيال بعيد، كلمه خيال سينمائي، ماكو هيك واقع، واقعنا ما بها الشكل يعني. الابراج لا، واقعنا حقيقتنا ان نعيش احنا حياتنا عايشينها. اكو شغلات بس يعني انا ما اؤمن بهذا الشيء، بيهم يؤمنون بيهم ما يؤمنون بهذا الشيء، فما ما عندي عقيده بهذا الشيء. شو الناس اللي يؤمنون بها واللي يعني يعتقدون انها صحيحه؟ والله هي كل من ورايه، يعني اكو بيهم ماخذين على هذا الشيء منهم صغرهم او يعني كراي اهلهم او كشيء، يعني منهم صغار هم يعني يؤمنون بهذا الشيء. مثل ما شفتوا ويانا اراء الناس حول موضوع خزعبلات الطاقه الحيويه، خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف نور الجميلي. شكرا لزميله نور اللي دائما تنقل لنا اراء الشارع العراقي حول مواضيع حلقتنا. شفنا اغلب الناس انه يعني شوف صراحه يعني كل الناس اتفقت على موضوع انه هذا الموضوع ما له وجود، صح، لكن هاي الناس اللي دا تتابع منه. شكرا. اللي دا يقول ما له وجود هذا مقاري، هذا سامع. والناس اللي دا تتابع انا قلت لك 80% من المنشور هو سلبي وخطا وخزعبلات. شوف مثلا موضوع الابراج، احنا عندنا قوانين كونيه يجب ان يخضع لها كل بني ادم عقله مطور. احنا عندنا عقل، يعني عقل مطور ينمو، وعقل بدأ يعمل على المؤثر والاستجابة، مثل العقل العفو الحيواني، يأكل جاع أكل، شبع خاف ختل، راد موسم التكاثر تكاثر، هذا يسموه عقل بدائي مؤثر واستجابة. احنا تميزنا بين المخلوقات، الله سبحانه وتعالى كرمنا أنه انطانا عقل بدائي مؤثر واستجابة وعقل مطور. موضوع الأبراج، أنت تطيني قانون يمشي على كل البشر في كل زمان ومكان، ومن شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، أقول لك هذا قانون صحيح يجب أن يعمم ويقاس عليه. أما إذا تجرين تقرين الأبراج يوميا راح تلقين نفسهن يتطبقا على الكل نفس المعلومات، وما يعطيش معلومة دقيقة، يعطيش معلومة ضبابية، هو أصلا يتيهك، هو يدخلك في ظلمة. شوفي التاروت، أصلا التوراة بالقرآن بينات من الهدى وتخرج الناس من الظلمات للنور، عكس التوراة تاروت راح يطلعك من النور يوديك إلى الظلمات، ويخرج من الهدى والبينات يوديك إلى داتا ملوثة تدمر حياتك. نعم. زين، احنا دائما نسمع بهذا الموضوع توأم الروح وتوأم الشعلة. أنا بصراحة الحدث يعني مسار من هاي المواضيع اللي عارفين نصدق بيها بصراحة. خزعبلات. فهذا هاي المواضيع ليش بدت تنتشر هذا الانتشار الواسع؟ هسه أنا أقول تحديدا هذا الموضوع، هو هذا الموضوع أصلا موجود؟ هو خزعبلات. شوفي ست كلمة الروح في أي مكان تلقيها، طبي، ديني، سياسي، علمي، طاقة، علم نفس، إذا شفتيها مثنى روحين أو جمع أرواح ضربي أكس على هذا الموضوع، هذا كذب. أي مكان تلقيه الروح لفظ مذكر من عالم الأمر، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فمن يجي واحد يقول لي توأم روحي، توأم الشعلة، روحين بجسد، هاي خزعبلات. هاي الأشخاص الفاشلين عاطفياً، فاشل عاطفيا، في داخله ما عرف شلون يبني علاقه عاطفيه، فهنالك من يبرمج يقول له توأم روحك مو هذا، لازم تشوف لك غير واحد، فيروح يهجم بيته ويطلق مرته، لو ذيك تطلب الطلاق ماكو توأم روح ولا توأم شعله، وهي كلها خزعبلات. انت النفس مالتك متوافقه تجذب نفس متوافقه، اذا توازنت بين الرغبات الانسانيه، الحاجات الاساسيه، البقاء، ضمان البقاء، الحمايه، الطعام، التقدير، مع النفس مالتك كقيم عليا، انت هنا صرت حققت زوجك قبل ما تتزوج الزوج الاخر. ولازم يصير عندك خلل. ماكو شيء مثالي. لا ماكو. يعني مو كل شيء مثالي، هو حتى اذا نجي على اذا موجب وبموجب يتنافر. طبعا الطاقه الايجابيه من الزيت تنعكس السلبيه. بالضبط. انت عندك المثاليه اذا تقدر تحصلها 80% انت ممتاز، ما
ماكو 100% المطلق والكمال لله سبحانه وتعالى. بالضبط. فهاي التوأم الشعلة شنو بعد توأم الروح، توأم الروح خزعبلات يكذبون على المراهقين ويخلون الناس عايشين بغير عالم، وظل تجيها فرص بها حظ وزينة. لا أنا هذا ما أحس توأم الشعلة، ما أحس باللهفة، شكو عمي شكو، ناس فاهمين غلط، ناس يضحكوا عليهم ويبرمجوهم ويدمروا حياتهم والله. زين زين، موضوع اليوغا هاي. خلنا نحكي باليوغا اللي هو التأمل وهاي الرياضة. خلني نحكي هذا تحديدا بهذا النوع من اللي يعتبره من الرياضات. فبرأيك هذا إنه هو مفيد وحقيقي موضوعه؟ نعم. يوغا جاي من كلمتين حسب المفهوم الهندوسي يونايتد جاد، اتحاد بالرب وليس اتحاد بالله. أكو فرق من السماء للقاع. إحنا الناس اللي تتضارب بالرب مع الإله غلط. الرب مسؤول عن القيم والأرزاق، انتهى. هذا الرب، رب العائلة، رب الأسرة، رب البيت. الله سبحانه وتعالى واحد، ماكو واحد يتحد معه وكذا. فاليوغاد بيها معنيين، معنى يونايتد جاد مع الرب، وكو معنى آخر درسناه بالماجستير اسمه التواصل النفس جسماني، اليونيون جي يوغاد، يعني يوغا تواصل نفسي فكري شعوري جسمي، يشتغل على ذهن، سكون عقل وتأملات وتحقق نتائج إلهامية بالأفكار عالية جدا متقدمة، ومنها الصمت أنه تكون صامت، ويشتغل على الحركات الرياضية اللي تشتغل وفق منهج مدروس علمي، ينشط الدورة الدموية، يعالج لك مشاكل، يسكن الآلام، المفاصل، الظهر، الرقبة إلى آخره. فاليوغا نعم موجود منهج نظامي صحيح، لكن ترجم خطأ عن طريق الانترنت. وانا قلت لك المشكله مال الناس انه دا يسمعون بدون دراسه، بدون وعي. ادراك، بدون وعي، فينجرفون لما يقودهم بالبرنامج السلبي. نعم استاذ اكرم، يعني بصراحه بهاي الدقائق القليله قدرت انه احنا توضح لنا هواي مفاهيم احنا يجوز هواي من المشاهدين اللي هم كانوا مقطوعين بها. شكرا لك. ممنون. وشكرا لوجودك، شكرا على النصائح اللي قدمتها والاشياء اللي وضحتها. شكرا لك. حياك الله استاذ اكرم، نورتنا. شكرا لك. أكيد مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على هاي الأمور اللي هي كلها خرافات، لازم إن إحنا اليوم إنه نكون على وعي أكثر إن إحنا ما نتبع هاي الأشياء وما نتبع هاي الأمور، لأنه بالتالي هاي الأمور هي خرافات. لازم إحنا نركز على الأشياء الحقيقية، الأشياء اللي هي إنه إحنا نسعى ونحقق النجاح لنفسنا، ما نعتمد على إنه شخص يقرأ لنا طالع أو غيرها من هاي الأمور حتى إنه إحنا نقدر اليوم نتفائل بالحياة. من بعدها أكيد مشاهدينا من بعد هذا الموضوع راح ننتقل لموضوع يتحدث عن الفن التشكيلي والكاريكاتير يستقطبان طبقات المجتمع المختلفة. اليوم احنا راح تنضم لنا الفنانة التشكيلية آلاء محمد حتى نحكي أكثر عن موهبتها وش وقت بلشت وشن الأشياء اللي عكستها من جانب الإيجابي النفسها. حياك الله آلاء، مية هلا، نورتينا بمورنينج لايف، وأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة يا رب تقضيها بكل طاقة إيجابية. أهلا وسهلا بيك. أنا بدايةً أريدك تاخذين راحتك كلش حتى نبلش إنه ندرس. ارتاحي، تكوني مرتاحة حتى نبلش إنه نحكي بموضوعنا. بدايةً خلينا نحكي إنه أنت شو وقت بلشتي بهذا المشوار اللي هو الفن التشكيلي؟ نعم. أنا من الطفولة كنت أرسم كرتون، شخصيات كرتونية كلش أحبها وقريبة لروحي. لكن بكورونا استغليت هذا الوقت الفراغ والملل، طورت من نفسي، قمت أرسم وأنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فلقيت يعني فنانين رواد بهذا المجال دعموني بهذا الشيء واستمرت به. نعم، يعني هسه حاليا انت بدايه حكيت انه انت بلشتي بشخصيات كرتونيه، من بعدها نعم. بعدها التجئتي للفن التشكيلي. نعم نعم، هذا الموضوع هو كان موهبه لانه انت اصلا اختصاصك الاكاديمي هو بما يخص الفنون التشكيليه؟ لا، هو موهبه، انا خريجه اعداديه. نعم. يعني مو اكاديميه فنون. بس الموهبه البسيطه من خلال خطوطي بالكرتون طورتها، بديت أطور من نفسي برسم البورتريهات بأقلام الرصاص، فاستمرت بهذا المجال وطورته. نعم، من الرواد اللي هم متخصصين بفن الكاريكاتير أنت تأثرتي بيهم حتى بديتي أنه أنت تطبقين هاي الشخصيات وترسميها؟ نعم، أكيد المرحوم مؤيد نعمة، غازي البغدادي، هذول الرواد العمالقة. بالوقت الحاضر أستاذ خضير الحميري أوجه له تحية، أستاذ عودة الفهداوي هم كلش شجعني وخلاني أتواصل حتى بمعارض يعني أشارك. نعم، اليوم دائما احنا نشوف من اكو موهبه لابد انه اكو بيئه حاضنه لهاي الموهبه او بيئه هي داعمه ومشجعه. فالبيئه الاسريه شلون كانت ويا موهبتك؟
أكيد البيئة الأسرية هي الداعم الأكبر إلي، وأني كلش أشكر زوجي وأولادي، هو اللي يساندني بكل خطوة، هو ظهري وياي، وهو تشجيعه إلي فنيا ورياضيا. طبعا احنا من نشوف انه سواء زوج او الاهل من يكونون هم داعمين فعلا انه الموهبه تكبر وتقدرين تحققين طموحك. واليوم انه فعلا انه الزوج من يكون هو داعم ففعلا يحقق هذا الموضوع، انه هو انت تلاقين السند بالاضافه لهذا الشخص الداعم بالموهبه. فمن الاشياء الايجابيه، واحنا هاي رساله ننقلها لكل الناس، اذا لقيت زوجتك او زوجك عنده موهبه فلازم الدعم يكون هو حاضر، يعني الطاقة كلها طاقة القوة تسحبيها من زوجك إذا كانوا ساندج. نعم. زين، الموضوع اللي نشوف إنه كل شخص من يبلش إنه هو يرسم، يدخل بفن تشكيل، يدخل بهاي الفنون، لابد إنه هو يكون هو مطلع على معارض، يكون هو حاضر بهذه المهرجانات اللي تخص هذا الموضوع، حتى إنه هو نقول الاحتكاك بالفنانين أيضا هو يضيف. أكيد. فاليوم أنت شلون مشاركاتك بالمعارض؟ أني عضو في بيت الكاريكاتير العراقي. هاي المؤسسة يعني هم شباب يدعمون كل فنانين الرواد حتى الهواة، فأني انضميت لهم، هم دعمونا بالمعارض. يعني قبل فترة سوينا معرض عن طوفان الأقصى في نقابة الفنانين، ومعارض في جامعة التراث، يعني نحصل عليها شهادات تقديرية. هواي معارض، والفن التشكيلي أيضا مع مؤسسة أشتار للثقافة والفنون، إن شاء الله عندنا معرض قريب عن المخدرات وهاي الأمور السلبية في جامعة واسط إن شاء الله. يعني بالكاريكاتير توصلون رسالة. فإحنا دائما نشوف إنه الكاريكاتير هو حاضر بكل المشاكل اللي بالمجتمع، سواء من جانب مشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية، المشاكل المجتمعية، فنشوف إنه برسالة واضحة. أنت أي نوع حبيتي أكثر؟ الكاريكاتير اللي يخاطب أي فئة؟ اللي يخاطب المجتمع، اللي يخاطب المشاكل، أو اللي هو الكاريكاتير اللي يخص مواضيع السياسية؟ لا، أنا مبتعدة الصراحة عن السياسة، لأن تعرفين البنية مو مثل الولد، يكون عندها جرأة يعني بهذا المجال. الاجتماعية أكثر، أسلط الضوء أكثر على الاجتماعية اللي تخص الشباب خاصة. نعم. مثل المخدرات، الابتزاز الإلكتروني، التدخين، أي شيء حالة سلبية نجسدها من خلال رسمتنا بقصة معينة حتى المتلقي يحبها، من باب يعني انه هي تشوفها مسليه وواضحه جدا الرساله بيها. بالضبط، انه هو يفهم القصه ويتسلى بنفس الوقت. نعم. زين، بمواقع التواصل الاجتماعي شلون تشوفين ردود الناس حول الاعمال اللي تقدميها؟ الحمد لله ايجابيه. رسمه واحده اللي لقيت بها شويه نوع من التنمر، لان كانت جريئه عن الفتنه، جسدت الفتنه بانه هي امراه جميله جدا نايمه على البحر، ويجي الشخص أو الإعلام الأصفر يقعد هاي الفتنة، فقالوا لي هاي شنو البنية، ليش جملتيها؟ ذكروا أنه أنت جملتيها. انتقدوا أنه يعني كان شلون صرت جريئة بهاي الرسمة، أنا من النوع المو جريئة كلش، فهم أخذوها بنظرة أنه شلون رسمتي هاي المرأة الجميلة بهاي الصورة. بس هو الكاريكاتير ما بي هذا الشيء المفروض، هو لازم الفن فن واضح بكل فن وبكل الفنون، لابد انه انت تلقين الناس اللي هي المنتقدة. نعم. والناس هي المؤيدة، فحتى انه انت تعرفين اليوم اكو هو احيانا الانتقاد البناء اللي هو يضيف اليوم للفنان. أكيد. انه اذا شاف واحد منتقده انه فعلا يرجع للواقع يلقى انه اكو هاي النقاط بيها خلل لازم يغيرها. انت من الناس تتقبلين النقد؟ كلش اتقبله، خاصه من ذوي الاختصاص، من يعلمني على شيء او يقول لي هذا خطا راسا اصلحه بنفس اللحظه، ويبقى ببالي يعني استمر على التصليح. بالعكس، مو غلط انه الانسان يعرف خطاه ويصححه ويشتغل على نفسه اكثر. نعم. زين، اليوم بدنا نشوف انه تطورت التكنولوجيا والحداثة وهاي الثورة اللي صارت، أنه بدأوا أغلب الناس يلتجئون للرسم الرقمي حتى بالكاريكاتير. نعم. بدأ الرسم الرقمي هو يكون حاضر. أنت من الناس اللي تفضلين أنه هم اللي يرسمون على التابلت أو الآيباد، لو أنه لا، أنه أنت لا معتزة بالموضوع الأصالة اللي هو الفرشاية والقلم والورقة بهاي الأمور؟ نعم. فأي نوع من الرسوم اللي تحبيها، الواقعية لو الإلكترونية؟ أكيد أنا أحب الواقعية، اللي يعني تصير متعة خاصة من تجيبين ألوان وورقة وقلم، لكن تجأوا للتكنولوجيا الحديثة للسرعة، حتى الرسام الكاريكاتير أي حدث يكون يدونه ويرسمه بسرعة،
بينما الورقة والقلم يحتاج لوقت. وعلى مود الدقة همينة مواقع التواصل من تنزلين صورة مو مثل من تلتقطيها بالكاميرا تطيها تقنيات حتى تتوضح. الرسم الرقمي لا هو راح يطيش تقنية واضحة. يعني اليوم مع الرسم الرقمي أنا أحب أتعلمه بس بنفس الوقت أحب أرسم الورقة والقلم. زين أنت ذكرتي أنه أنت عضو ببيت الكاريكاتير العراقي. نعم. وذكرتي أنه أنت من الناس اللي يواكبون الأحداث بالكاريكاتير، هذا كله وقت. اليوم شلون توافقين بين عملك والبيت والموهبة؟ يعني فأيضا الموهبة يراد لها أنه هي الممارسة، لانه لازم انت يوميه تمارسين هاي الموهبه او انه انت تطلعين حتى انه انت تضيفين. ناهيك عن مسؤوليات البيت. صحيح، يعني انا منظمه وقتي بين الرسم والرياضه والبيت. مو كلش مطلعه على الاحداث ولا دائما مستمره الصراحه، غير انقطع فتره وانقطع بسبب مشاغل دراسه اولادي، البيت مثل ما انت تفضلتي. لكن يعني أمارس هواياتي والرسم وقت الفراغ، مثلاً الظهر عندي وقت فراغ، بالليل هيك شيء يعني، بس مو مستمرة الصراحة، منقطعة. هاي الموهبة ما اكتشفتيها بأحد أولادك إنه أكو حب لهذا الموضوع؟ أي عندي ابني يعني قبل فترة بالقراءة أكو فد رسمة كرتونية، قلت له ارسمها مثلي، قعدنا دا نقرأ يعني حتى طلع من روتين القراية، قلت له هاي راح أرسمها، رسمت لها بالرصاص. قلت له باوع عينك اللي تنظر مو ايدك اللي ترسم، باوع عليها وارسمها، ورسمها يعني شطيت يعني 6/10، يعني عنده موهبه يعني اكو مستقبل يمتلك خطوط. نعم. نعم. زين اليوم الفنان ذكرت قبل شوي انه هو يحتاج يواكب. نعم. يواكب عن طريق الدورات او يواكب انه هو ينضم لدورات اونلاين او عن طريق اليوتيوب. انت اليوم شلون تواكبين، شلون تطورين من نفسك؟ دورات. نعم. يوتيوب لو دورات اكو اونلاين. الأباوع على اليوتيوب أكثر، لأن لحد الآن دورات المباشرة ماكو لحد الآن بالكاريكاتير، لكن بالتشكيلة أكو موجودة. بس الكاريكاتير أدخل على اليوتيوب أشوف التخطيط مالتهم الفكرة، وأكو برنامج بالتليفون رسومات كاريكاتير بورتريهات أباوع عليها وأنقلها. من أنقلها خطوطي راح تقوى، أفكاري راح تنضج أكثر. نعم. يعني نعم. تحبين انه انت تطوري نفسك بهاي الطرق؟ اكيد، حتى بالكرتون. نعم. الشخصيات الكرتونيه اباوع صورهم وارسمهم. احنا نشوف كل فنان بالمهرجانات يكون له تكريم، يكون باحتفاء او انه هو من ناحيه انه بالمهرجانات وغيرها. كم مهرجان حصلتي بتكريم او كم معرض؟ والله عده مهرجانات ومعارض، يعني تقريبا فوق ال30 الحمد لله. يعني عندي أصدقاء يدعموني جدا من ناحية المشاركات، وأني هذا الشيء حفزني. شاركت ويا مؤسسة عشتار ويا بيئة الكاريكاتير ويا جمعية رسامي كاريكاتير. نعم. مع مؤسسة أوروك، يعني عدة في نقابة الفنانين في وزارة الثقافة. حلو. حصلت على شهادات ودروع. نعم. استألة اليوم نورتيني أنت. أنت النور. أتمنى لك مستقبل زاهر إن شاء الله وتحققين كل طموحاتك. تسلمين. شكرا لك وأتمنى لك نهار سعيد ونهاية أسبوع سعيد. أشكرك للجميع. شكرا لك. أكيد مشاهدينا، وبهذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من مورنينج لايف. دوري أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، يا رب تقضوها بصحة وعافية ورزق. أكيد مشاهدينا نلتقيكم يوم الأحد بنفس الموعد. دمتم بخير.